هو آدم هو أول البشر وليس أول المخلوقات، هو أول الأنبياء من البشر. ما نقولش آدم أنه أول المخلوق على وجه الأرض، الأرض كانت فيها مخلوقات قبل منا، ولكن سيدي ربي ملي ذكر آدم أكد في القرآن على كانت مخلوقات قبل، قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن كانت مخلوقات قبل، ولذلك كانت مخلوقات. سيدي ربي مول الملك سبحانه وتعالى الخالق أرسل جبريل عليه السلام اللي بغى يخلق آدم صيفته الأرض، فأخذ من كل تربتها من أبيضها وأحمرها وأصفرها وأزرق، كل تربة الأرض خاد منها وطلع التربة هي اللي سيدي ربي خلق آدم بيده وضاف عليها الماء لأنه خلق بالماء والطين والروح. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، يعني الصلصال علاش قال وذكر آخر حاجة الصلصال هو الطين ملي كيكرم ملي كتضربو كتسمع لي صلصال طن كيطنطن من حمأ مسنون. المسنون يعني فيه رائحة كريهة، ولكن ما قالش في حيت في الأول الطين في الترتيب ديالو كيكون غيس تراب وكيعطي ديك الريحة وعاد كيكرم، وملي كيكرم كيولي كيطنطن. سيدي ربي بدا بالأخر إكراما لبني آدم من صلصال من حماء مسنون، والجان خلقناه من قبله من نار السموم، وإبليس خلقه من ذاك اللهب الزرق. علاش دابا ملي كتشوف البوطة كتلقى ذاك العافية الأولى الزرق وعاد الأحمر، هذاك الزرق هو اللي تخلق منه إبليس. علاش المصريين كيقولك ولا الجن الأزرق، كيقصدوا لأنه هو الأصل، وهذاك اللهب الزرق هو اللي كيلسع بزاف، أما الأحمر خفيف بالنسبة للقوة النار الحرارة، هذاك الأزرق أكثر من الأحمر. ومن ثم هو خلق، علاش هو تكبر؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين. الله تعالى من اللي بغى يخلق آدم وهو قال إني خالق بشرا، علاش قال كلمة بشر؟ جاي من البشرة، لأن المخلوقات اللي كانت قبل ما كانتش فيها البشرة، والله تعالى خلق آدم من التربة ديال كانت مخلوقات أخرى في التراب، يعني مواد أخرى قديمة من جينات قديمة، وكانت مخلوقات كتختلف. ملي سيدي ربي بغى يهدد بني ادم الا ما بغاوش الى عصاه وما بغاوش يتوبوا ليه ويتبعوا داكشي اللي امر به، اش قال لبني ادم؟ يا ايها الناس ان يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء من نفس التربه، يعني يخلق من التراب ديال بنادم مخلوقات اخرى كتختلف في الخلقه على هاد ادم اللي هو بشر زوين. قالوا واه غادي يقدر يخرج منا احنا من التربه ديالنا مخلوقات متوحشه. شوف الجواب في القرآن، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، أنتم راه خرجكم من مخلوقات أخرى من هذه التربة. يا أيها الناس كانت كان البن وكان الحن وكان هذه مخلوقات كانت قبل، ولذلك ذكرها ابن عباس وذكرها حبر الأمة، يعني كانت مخلوقات قبل الديناصورات، راه هي مخلوقات، ولكن واش عندنا يقين ان كانت عاقله ولا مش عاقله؟ احنا ما كنقدرش نجزمه. كانت مخلوقات بعد الديناصورات، واخر مخلوق قبل الانس هو الجن، تو عاش في الارض الاف السنين، لكن لما فسق ادبهم الله بالملائكه كما قلنا، وارسل الجن الى اعالي البحار، وابليس بوحده هو اللي اسمه عزازيل طلع تاب الله تعالى، هو اصله من الجن كما قلنا. فادم عليه السلام اللي خلقه الله في الجنه في النعيم، الطول ديالو كما قلنا 60 ذراع يعني 47 متر، والعرض 10 متر، كيتمشى في الجنه. والله تعالى لان اشنو قال له؟ ما خرجش ابليس من الجنه، لان ملي اش قال الله تعالى ابليس؟ قال خرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين. يعني ملي عصى ما بغاش يسجد لادم، هذا السجود لادم هو طاعه لله، ملي ما بغاش، لكن ماشي خرج منها خرج من الجنه كما كيقولوا اخرج ودخل، لا، خرج من المنزلة يعني الديغرادا، كان في رتبة عالية ونزل طاح، ولكن بقى في الجن بالمكان. والإنسان دائما ملي كطيحه في نفس المكان اللي هو فيه يعني تنكله تنكيلا، كيكون هذا أكبر ذل، المذلة. مازال خرجتيه من ذاك المكان دار شي حاجة في الإدارة وخرجتيه كيتوض كيغبر يتدرج، أما لخليتيه كتعاقبه بشي منزل شي رتبة نازلة كيكون هذاك عقاب ليه دائم. فإبليس سيدي ربي خلاه تما، قال لي خرج منها يخرج من المنزلة، بقى كيوسوس لآدم باش ياكل من الشجرة. وآدم اللي خلقه الله فطر فيه شيء نقطتين من الضعف، حب الخلد والملك في فطرة هذا المخلوق، أنه يبغي يعيش بزاف ويملك بزاف.
إبليس بقى كيدرس نقاط الضعف ديال هذا المخلوق، هو الجديد هو آدم، لأنه هو عارفه من اللي شافه، عارف هذا المخلوق راه غادي يكون في الكرة الأرضية، يعني شاف اليدين وشاف الأمور، عارف هذا الشيء غتكون في الأرض. قال هذا ها فين غادي يكون. ولذلك حتى هذه السرة اللي كنشوفوا حنا اللي كاينه في الإنسان، أما اللي جاوا الملائكة ولقاو آدم قبل ما يتخلق قالوا هذا المخلوق ما عرفت شنو. جاء إبليس هذيك الساعة باقي في الجنة اسمه عزازيل، قال لهم هذا عرفتوا فين غادي يكون، هذا غادي يشد لي المكان ديالي في الأرض اللي كنت فيها، غادي يورثني. فمن تما بدا الحسد. ثم جا لواحد المكان مهم، جا البطن وكان باقي آدم عجينة ويحط صبعه، قال لئن سلطت على هذا لأهلكن. وهذا البطن هو مكان الشر، لأن البطن هو السبب ديال كل شيء المشاكل. حيث الإنسان إذا شبع كفر، وإذا جاع إذا شبع فجر، وإذا جاع كفر لبعض الناس. فمن ثم قال هذا المكان ديال الشبع هو المهم عندي، ملي غادي ندخل ليه هنا الإنسان على البطن على لقمة العيش كينصب يكذب يسرق ينافق يزور، كل شيء على السبب ديالها هو البطن، كل شيء على كرشه كيدير على، بينما الله تعالى عطى العقل داروا الفوق باش يفكر في اعلى الاماكن، والكرش دارها الوسط. الانسان باش علاش دار الكرش وسط؟ لان باش تكون الامور وسطيه في الدنيا، لا افراط ولا تفريط. ملي ادم عرفوا ابليس بلي يسكن في الجنه، والله تعالى نزل ديغراد ابليس، نزل ازداد حسده عليه. ملي درس النقاط ديال الضعف عرف على ان ادم عنده جوج الحوايج اللي فيه ضعف خطا، عنده حب الخلد والملك ان يتملك. ويجي عنده قال له يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ فاكل منها ونفس الشجره. اش كان ادم مع حواء لابسين اللباس ديال الجنه، هذاك اللباس ديال الجنه هما الاوراق، كانوا لابسين لباس الجنه الكامل. ملي كانوا من الشجره طاروا لباس الجنه، لان لباس الجنه لا مخيط محيطه وليست مخيطه، هي محيطه بالجسم ولكن ما مخيطاش، لان الجنه اصلا بين قوسين تنجيو ليها الجنه بالفكر والدنيا بالصبر. غير كتفكر في شي حاجه كتشوفها عندك، ما محتاجش الجنه حاجه اخرى. فكان ادم لابس لباس الجنه، ملي جاء ابليس وسوس ليه كان من الشجره هو يطير الحوايج بقى عريان، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه. وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقول لكما ان الشيطان لكم عدو مبين. اش قال ادم؟ اشنو المبرر اللي خلى ادم عليه السلام ينجح؟ كاين واحد المبرر مهم بزاف. اشنا هو المبرر اللي خلى ادم عليه السلام ينجح؟ هو انه قال يا رب ما كنت احسب ان مخلوق يحلف بك كاذبا. ما عمري كنعرف ان كاين شي مخلوق كيحلف بك وهو كذاب، مستحيل. ما كنت اقصي احلف احسب ان هناك لان ابليس حلف قال لي ادم اشنو كيتبت لي ان هذه الشجره والله ربي تبارك وتعالى قال لي ما ناكلش منها، اشنو اللي كيتبت لي ان هذا الكلام ديالك صحيح ان هذه الشجره فيها شجر؟ قال لي ان قسمته قاسمهما اني لكما لمن الناصحين. ملي حلف باسم الله، اسم الله عظيم. وهذا بين قوسين، حتى ادم حتى عمر بن الخطاب شي مره شاف واحد السارق كيسرق، هذاك السارق ملي سرق ملي شدوا عمر ملي شاف عمر قال لي والله ما سرقت. اش قال له عمر؟ قال له كذبت عيناي وصدق الله العظيم، وخلاه يمشي كذب عيني. علاش؟ لان هؤلاء قدروا الله حق قدره، والبعض منا ما قدر الله حق قدره، والارض جميعا قبضته يوم القيامه. كل ما يستعظم جلال الخالق ملي كتحلف كيخاف، ولكن الحليف بالله شي حاجه كبيره من الناس ما كيوصلوش ليه، لدرجه ان الانسان يقدر يخرج من الاسلام الى حلف. اليمين الغاموس ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ملي كيحلف على الكذب هو كيعلم انه كذا، وخاصه ملي كيحلف باش يفرق بين الناس، ويحلف باش ياكل ديال الناس، ويحلف باش يزور وباش ينصب، هذا كيخرج من الدائره الاسلاميه، لانه وقع في مصيبه كبيره. وهذا كتسمى اليمين الغاموس التي تغمس صاحبها في النار الا اذا تاب، تاب الله عليه. اذا ادم عليه السلام ملي ابليس ديكرادا ونزل، سيدي ربي قال له غادي تخرج في اش قال؟ اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. هنا ما بقاش خروج، قال اهبطوا. في الواش قال لابليس؟ قال خرج منها. قال له اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. اذا هذه عداوه دفينه موجوده بين بني البشر فيما بينهم وبين ابليس. فهذا النزول هذا اللي نزلوا ادم عليه السلام نزل في جبال الهيمالايا في الهند، وخاصه هضبه الايفيرست. وحواء نزلت بجدة من أرض الحرم، نزلت بجدة فين كاين جدة اليوم،
في الشرق في السعودية الآن، وإبليس نزل في مطرة برمودا. إذن هذا هو النزول اللي كان، هذا نزل في البحر، وآدم نزل. علاش آدم نزل فوق الجبل؟ لأن جميع الأنبياء كيكونوا فوق الجبال، كاع الأنبياء صيفتهم ربي من الجبال حيث هو نبي. فأرسل الله موسى من طور سيناء، واستعلن عيسى من جبال المقدس، وأرسل محمدا من جبال فاران. جبال فاران هي جبال مكة. آدم اللي نزل في مكة في الهند ما بقاش كيسمع الذكر للملائكة، قال يا ربي بغيت نسمع الذكر اللي كنا مولفين كنسمعوه في الجنة. لأن الجنة النباتات كتذكر، كل شيء اللي موجود في الجنة يذكر الله، لكن بأنغام غريبة أكثر. هاد الأغاني اللي إحنا كنشوفوه، هاد الشيء اللي كنشوفوه إحنا، ماشي هو بحال الأغاني ديال الجنة. الجنة فيها حاجة كبر، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. فمولف آدم كيسمع ذكر الله والأنغام وداك الشيء، ملي نزل المكان متوحش، أرض خالية، قال لي اجعل لي مكانا أذكرك فيه. قال لي في هذا المكان لا، ولكن إن لي مكانا أحب أن أعبد فيه. فين؟ قال لي جبال فاران، جبال مكة، وبينه وبين جبال فاران 10,000 كيلومتر، وآدم طول ديالو 47 متر. إذا كان غادي غير بشوية كيمشي 120 كيلومتر في الساعة، ولا كيجري 300. أنت كتكلم على عمارة 8 الأدوار، 8 ليطاج. فآدم باش غادي يعرف جبال فاران، قال لي انظر إلى السماء، فنظر إلى ياقوتة مجوفة حمراء هي الكعبة. قال لي شوف هذاك النيزك اللي نازل، وتم جاي معاه، هذيك كتنزل وهو كينزل، حتى وصل لمكان مكة اليوم. هذيك هي الكعبة اللي كنسموها الكعبة. الكعبة راه ماشي هو البيت، الكعبة الاسم الأصلي دياله هو لهذيك الياقوتة المكعبة التي بها اهتدى آدم من الهند إلى المكان، إلى مكة. كان آدم ملي جاء آدم طاف بها، دار بها 7 المرات، أمر الله أن يطوف بها 7 مرات، هي بقات فوق معلقة في الجو وهي مضيئة. وثم بحث ثم تذكر زوجته، ولينا نزلت فيه، فلقيها عند جبل الرحمة. حواء نزلت فين؟ في جدة، وبقات كتقلب، لقاها عند جبل الرحمة، عرفها وعرفاته، فمن تم سمى جبل عرفات، حيث عرفوا بعضياتهم تم، هذا هو جبل عرفات، باب التعريف. فلقيها ثم أخذها ورجعوا إلى الهند، لأن المكان ديالهم، وباقين لابسين هذوك الحوايج، هذوك الحوايج، ذوك الأوراق ديال الجنة. ملي رجعوا للمكان ديالهم في الهند، بدات كتكرم هذيك الاوراق اللي ساتراهم كتكرم. فين ما طاحت شي ورقه كينبت العود القمار. علاش كنقولوا العود كيجي من الهند؟ العود القمار علاش كيجي من الهند وكمبوديا؟ كاع الاماكن اللي تحرك فيها ادم وكيكرموا ذوك الشجيرات وكيطيحوا كينوض الشجره، من تما بقات العود والطيب كيجي غير من ذاك المكان، لان فيه كان ادم عليه السلام. اكثر مكان فيه الانواع ديال البخور والطيب والاشياء الزكيه كاين في نواحي الهند، لأن فيها نزل آدم، لأن نزل ومعه أوراق الجنة، هذه هي الأوراق اللي اسمه. إذن آدم عليه السلام ولد 12 ولد، ومنهم هابيل. هابيل هذا كان نبي. هذا هابيل كان عنده الله تعالى أعطاه الخروف الزرع، وقابيل عنده الزرع. كانوا ملي كيجي العام كيعطيو الزكاة، هذه الزكاة اللي كيعطيو كتنزل واحد النار كتاكلها، لان ما كاينش لمن يعطيو الزكاه. هذاك العام قابيل دا واحد الزرع خايب ما فيه ما يتشاف رديء، وهابيل قدم كبش امر، واحد الكبش واحد ملي نزل ديك النار مشى هذاك الكبش خاتو وما مشاش الزرع. قال له علاش الله قبل منك وما قبلش مني؟ قالوا لانك لم تتصدق بشيء مقبول، هذا رديء لا تاكله حتى الماشيه. قال لي اذا انت صرت خير مني لا اقتلنك. ماشي كما كيقولوا الناس راه ان تقاتلوا على النساء ما عندها علاقه، هذا كذوب. هذا الشيء هو اللي كانوا الصحابه رضي الله عنهم اصحاب الرسول كيصحابوها بصح، حتى هما مشاو فيها. ملي سولوا اليهود قالوا انتم السبب ديال الهلاك ديالكم هو الدنيا والنساء الفساد. قالوا لا، نحن لسنا اول من وقع في النساء والدنيا، فان ابناء ادم تقاتل على النساء. فكون اليهود اهل علم تاقوا بهم اصحاب النبي في المدينه. اذا قالوا اولاد ادم قتل خوه على النساء، ولا واحد الباطل منتشر في المدينه. وينزل الله هذه الايه كتفرق، واتلو عليهم نبأ ابني ادم بالحق. علاش قال الحق؟ لان هناك باطل كان منتشر، كان المفروض كل ما كانش ما يقولش بالحق، يقول اتلو عليهم نبأ ابني ادم اذ قرب. قال واتلو عليهم نبأ ابني ادم بالحق حتى يزحزح الباطل. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك.
قال إنما يتقبل الله من المتقين. وفي الحديث كان قابل أول ما قتل أخوه كان سببه الحسد، فكما قال الشاعر: لله ذر الحسد ما أرذله، عتى على صاحبه فقتله. فكان السبب هو الحسد. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتكلم عن نبي الله شيث ابن آدم عليه السلام. وشيث لما بلغ سن الشباب هو 280 عام، أمره الله أن يستر الكعبة بأربعة جدران، لأن الكعبة كانت ياقوتة مضيعة تضيء ما حولها. فشيث لما وصل هذا السن طلب الله تعالى، أمره أن يستر الكعبة بأربعة، فكان أول من ستر الكعبة بأربعة جدران هو شيث بن آدم عليه السلام، أول من بنى البيت والكعبة بداخله. فشيث لما بنى الكعبة وكانت بالحجم الكبير، ماشي بهذا الحجم اللي احنا فيه، كانت بالحجم ديال هذوك العمالقة في هذاك الطول، يعني فيها 100 متر في 100 متر في 100 فلان على حسب دوران. ثم بعده ظهر نبي آخر عابد وهو إدريس، والنبي هذا سمي بالمهنة أكثر ما سمي بالاسم، هو اسمه أخنوخ، ولكنه كان كثير الذكر مع الخياطة، كان خياط، فلذلك اسمه بالإدريس كلمة قديمة آرامية معنى إدريس والخياط، من ثم كنقولوا الدرس، وعلاش كنقولوا الدروس دروس ديال العلم، حيت كتكون متسلسلة بخلاف خطبة الجمعة، خطبة الجمعة كتكون كلام مقطوع. فسمي إدريس لخياطته وعمله. فكنقولوا علاش كنقولوا في الخياطة طرز الحساب، طرز كذا، طرز درس كذا، الخياطة ديال الدرس. فإدريس عليه السلام كان يأتيه الملك جبريل فقبضت روحه في السماء الرابعة، إذا قال تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح. إذن هذو الأنبياء أربعة عندنا: أول نبي على وجه الأرض آدم، وسمي آدم آدم لأديم التراب، لونه يميل إلى الأديم إلى اللون الأحمر فسمي آدم. ثم من بعده ثاني نبي على وجه الأرض هو هابل، وثالث نبي هو شيث، ورابع نبي هو إدريس، وخامس نبي وأول رسول لأهل الأرض كلهم هو نوح عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. نبينا نوح عليه السلام، هو سمي نوح بنوح لأن سبب تسميته بهذا الاسم هو لقب اشتهر به، ولم يعرف الناس اسمه أبدا، لأنه رأى كلبا مشوه فضحك وهو صغير، فأنطق الله ذلك الكلب، قال: أتضحك على الخالق أم على المخلوق؟ فوقعت هذه في قلبه، فأخذ ينوح ويكثر من النواح حتى ناده الناس بنوح، كلما رآه الناس يراه ينوح بكثرة البكاء، فأسماه الناس نوح. فلما علم الله صدق توبته وصدق نيته خاطبه وجعله أول رسول لأهل الأرض، فناداه بهذا اللقب فقال: يا نوح. هذا الرسول وهو أول رسول لأهل الأرض، لم يكن بعد نوح وآدم لم يكن هناك الشيطان يعبد، حتى ظهر قبل نوح خمسة الناس، واحد الخمسة كانوا صالحين كيأمروا الناس بالمعروف وينهيهم على الأخطاء، ماتوا هاد الخمسة فبكى الناس وحزن عليهم الناس حزنا كبير، فاستغل الشيطان هذه الفرصة، من هنا بدأت عبادة الأصنام، هذا هو السبب الأول. هاد الخمسة هادو ملي الناس بقوا كيبكيو عليهم جاء الشيطان ووسوس لهم في المنام، قال لهم: علاش ما تصوبوش بحالهم كتماثيل وتبقاو تذكروهم باش ما تنساوهمش؟ الناس صوبوهم، واحد شي قال لهم: خرجوهم برا، وبداو كتشوفوهم قبل ما تمشيو تطوفوا بالكعبة، طوفوا كانوا كيشوفوهم. فمن أجل ذلك أرسل الله نوحا عليه السلام. أش قالوا ذوك الأتباع ديالنه؟ وقالوا: لا تذرن آلهتكم، ولو آلهة، ولا تذرن ودا ولا سواع ويغوث ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا. هذ الأسماء ديال ذوك الناس الصالحين اللي كانوا. من أجل هذا بعث الله نوحا عليه السلام. فبعث الله نوح العمر دياله 40 عام، فمكث في القوم 1000 سنة كاملة، ماشي 950 كما يقول الناس. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. هذا الاستثناء هذا كي كان ضيفوه ما كان نقصوش، حيث ما قالش 1000 سنة إلا 50 سنة، قال في 1000 سنة إلا 50 عام، والعام ما عنده علاقة بالسنة، لأن عندنا فصول الزمن 4،
عندنا الحول والعام والسنة والحجة. العام هو ما يعم، هو 12 شهر ما يعم الغني والفقير فيه الخير، والسنة هي المجاعة، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، ولذلك يوسف قال تزرعون 7 سنين ذأبا، ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس. ملي كنقولوا لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، بمعنى أن بحال قلت لك دخل 1000 رجل إلا 50 امرأة، واش الألف كاملة ولا ناقصة؟ إذن عندنا في العربية المستثنى إن لم يكن من جنس المستثنى منه كنضيفوه ما كننقصوش، 1000 رجل إلى 50 امرأة يعني 1050، فلأن السنة ما عندها علاقة بالعام. إذا قال 1000 سنة إلا 50 عاما، علاش قال 50 عام؟ لأن بعد 1000 سنة ديال القحط ملي صيفط الله الطوفان هلك القوم، عاش نوح بعد الطوفان 50 عام مريح في تقاعد مريح، ما بقى كيقلب على حد ولا مكلف بشي رسالة ولا قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك، عاشوا ديك 50 عام كلها فيها راحة، فسماها الله أعوام. إذن فهذا هو، إذن عمر ديال نوح هو 1090 عام، 40 عام قبل الدعوة، وألف سنة في الدعوة والشدة، و50 عام في الراحة. إذن السنة هي الشدة والعناء، والعام هو الخير والرخاء. وهنا كيغلطوا كثير ديال الناس، كيقول لك كل سنة وانت طيب، يعني بحال كيقول لك كل مجاعة وانت طيب، سنة سعيدة يعني مجاعة سعيدة، خص يقول عام، عام سعيد، عام مبروك، عام كذا، ما يقولش عام، فهمتي؟ وراه المغاربة ديالنا ملي كيكونوا كيغنيو كيقولوا قولوا العام زين، لا هذا العام زين، العام فيه كذا فيه هذا، هذا هو المصر. ولكن كاين واحد النقيطة مزيان يعرفوها الناس، بعض ما كتسمع عام الرمادة، عام الجوع، ملي كيقولوا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيقولوا عام الرمادة، عام الرمادة كان الجوع، لكن علاش قالوا عام؟ المفروض يقولوا سنة. قالك اشنو السبب؟ لان عام حيت المسلمين يتباركون، واخا يكون العام فيه، واخا تكون السنه فيها مجاعه، دائما اش كيديروا؟ يتفائلون بالخير، كيقولوا هذا العام هذا واخا كاين المجاعه ما عرفنا الله اش خازن فيها ديال الخير، اذا كيسميوه عام من باب التفاؤل، والا هي سنه كتسمى سنين. ملي كيتكلم مع الناس الله تعالى عطانا كيفيه الدعوه مع الناس والتكلم مع الناس في شي حاجه مهمه في نوح عليه السلام. قال نوح اني دعوت قومي ليلا ونهارا، فلم يزدوا بدعاء إلا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. كنستفدوا من نوح عليه السلام أنه عاش 1000 عام، ولكن كان كل 100 عام كيتبدل، كيولي بدأ برسالة جديدة، هو نبي واحد لكن في 10 من الرسل، كل 100 عام كيجيو ناس جداد وهو ما كيموتش، وكيتكلم مع الجيل الجديد بلغة جديدة، وهذه فيها على أن العالم لا يكون عالما حتى يكون مرتبطا بالأصل متصلا بالعصر، يعني متصل مرتبطا بالأصل، يعني مرتبطا بالعصر يعرف ما يقول، ومتصلا بالأصل يعني مرتبطا بالأصل يقول ما يعرف، كيعرف اش كيقول ويعرف ما يقول. يعني من الحكمة أن تعرف ما تقول، وليس من الحكمة أن تقول كل ما تعرف، لأن الكلام كالدواء، إن أقللت منه نفع وإن أكثرت منه صدع، الكلام راه دواء. فنوح عليه السلام كان كل 100 عام كيتبدل، كيولي رسول جديد. ملي كترجع للقرآن كيأكد لنا هذا الشيء، قال تعالى وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم، ما قالش الرسول، علاش اش قالوا العلماء؟ قالوا الرسل بمعنى انه كانوا شي ناس بقاو، قلنا له حنا ما كاين حتى شي رسول في زمن نوح، كان بوحدو. على سيدي ربي ما قالش وقوم نوح لما كذبوا الرسول، قال وقوم نوح لما كذبوا الرسل المتمثله في شخص نوح، لان في الحديث كيقول النبي صلى الله عليه وسلم على راس كل 100 سنة يبعث الله للامه من يجدد لها امر دينها، كاين تجديد. اذا على راس كل 100 عام سنة كالناس علاش سماها سنة؟ لأن ركود العلم، ركود المعرفة، ركود التواصل، ركود الاجتهاد، ركود البحث العلمي، كل شيء كينزل. فكل 100 عام سنة كيصيفط الله الناس أمة، إما في الابتكار، في الصناعة، في الاختراع، في أي حاجة، ماشي غير في الشرع، في الأمور الشرع، في كل شيء. إذا نوح عليه السلام كان يتجدد، كل مرة كيجيب رسالة جديدة على حساب الناس الجداد. إذن وهذه هي الأمور اللي خص الناس المبتكرين والمفكرين والعلماء والأساتذة دائما لا بد من التجديد. نتكلم عن نبي الله موسى.
موسى الاسم الأصلي موشي. أشنو السبب دي لهذا الاسم؟ لأن فرعون رامسيس الثاني والفراعنة حكموا 30 قبيلة، حكموا 30 قرن، وجات واحد الفرقة واحد القبيلة الهكسوس رعاة البقر وحكموا 100 عام وسط هاد 30 قرن، وهما اللي كان في زمان ديالهم يوسف عليه السلام. علاش كتسمع في القرآن قال الملك توني بما كيقولش فرعون؟ لأن القاعدة عندنا أنه كل من ملك مصر يقال له فرعون، كل من ملك الحبشة يقال له النجاشي، كل من ملك الفرس يقال له تبع، وكل من ملك اليمن وكل من ملك الفرس يقال له كسرى، وكل من ملك الفرس يقال له تبع، وكل من ملك الروم يقال له قيصر. هذه القاعدة. فبالنسبة لموسى عليه السلام في زمن الفراعنة، في آخر زمن الفراعنة، أصدر أمرا أنه يقتل الأبناء الصغار، أي راضي خرج غادي يقتلوا. إن السحرة قالوا له راه غادي يجي واحد الولد من أبناء العبيد وغيحيد لك واحد الشعرة، ويكون شاف الملك دياله أنه شي واحد حلم في المنام فرعون أن واحد غادي يبرك ويحيد لي واحد الشعرة. من يجمع القساوسة والسحارة قالوا له لعل أحدا من أبناء العبريين سيكون زوال ملكك على يده، فأصدر أمرا بقتل العبيد. قال لك يولدوا العبيد هم اليهود اللي كانوا، لأنه من زمن يوسف بقوا بنو إسرائيل عنده، فاستعبدهم ولو عبيد خارج القصر كيبني بهم الأهرامات، وهو اللي نحت بهم أبو الهول. قال من حوتات اللي كاينة الآثار المصرية خدموها اليهود، والقرآن يشهد وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يعني كيقتل الولد وكيخلي المرأة حية كتفرج فيه، استحياء المرأة أنها تنظر لابنها وهو يقتل وهي حية، وفي ذلكم هذا بلاء من ربكم عظيم. فكان كيقتل، ويجوا عنده الناس المستشارين قالوا أيها الملك لم يبقى من العبيد ما نشتغل، دازت 40 عام وانت كتقتل ما بقاش على من كنخدمه. فأصدر أمرا برفع القتل سنة، عام كما يقتلش وعام يقتل. في السنة اللي فيها القتل ولد فيها موسى، والسنة اللي ما فيهاش القتل الموت ولد فيها هارون. وأم موسى من اللي حملت كان فرعون له عيون يراقبون الحوامل من العبيد، ما عرفوهاش، الله تعالى أخفى حملها عليهم. ثم لما وأنجبت ولدت تاني ولات مضرقة، الدري ولا عنده 6 شهور ولا شهرين 3 شهور 4 شهور بدا كيدوي، ولات خايفة يفضحها في الليل يسمعه كيبكي. ولذلك رب العالمين أخبر عن ذلك، وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجاعله من المرسلين. كاين شي واحد يقول لك إلا خفتي على ولدك روحوا في الماء؟ ما يمكن، إلا إذا كان قادر، هو القادر سبحانه. ففعلا من اللي خافت عليه لا يموت قدامها، صوت واحد التابوت صنعته ودارت الماء في الدار اللي كانت فيها ودفعته مشى ألقته. والإلقاء هو وضع الشيء برفق ماشي الرمي، دائما الإلقاء حاجة أخرى، وألقوه في غيابة الجب يعني وضعوه برفق ماشي يرموه، كو كان بير غادي يقول أرموه، لكن الجب هو شي حفرة قصيرة ماشي هو البير كما كيقولوا الناس يوسف لاحو خوته في البير، لا هذا كاسمه الجب. فألقوه فدفعه اليم إلى قصر فرعون، جابوا الجاريات إلى امرأة فرعون، ويجي الملك وجا هامان اللي كان، قال أيها الملك لعل هذا من أبناء العبريين الذي كنت قد قطعت بقتلهم من قبل، ولعل أحدهم خشي بطشك فأرسله إليك لترحمه. صوب لي الفكرة، إذا دعا شي واحد خايف لا تقتلوه دفعوا لي. هنا فين غيتسمى موسى؟ قالت فرعون امرأة فرعون آسيا اش قالت له؟ قالت له هذا ليس من أبناء العبريين، هذا خرج إلينا من بين الماء والشجر فسنسميه موشي، ماء شجر، من ثم جاء هذا الاسم. واسم موشي غريب في بني إسرائيل ما كيسميوش، هذا اسم شهر، اسم راقي، سماته مرت فرعون. فهذا ولدك أشنو الغريب في الأمر في هذا النهار؟ حرم الله عليه المراضع وألقى المحبة عليه، سيدي ربي لحب شي مخلوق ولقى عليه محبته، كيحبوا العباد ولا بغضو كيبغضوه كل شيء. علاش كتشوفي انسان ما تشوفه كتقول محبوب؟ حيت سيدي ربي شوف سيدي ربي اش قال؟ وألقيت عليك محبة مني، إلا لقى الله المحبة منه هو مزيان، ولا كانت المحبة من هذاك الزواق يطير واخا يكون من القصدير كما كيقولوا. فحبوه وبدا كيبكي بغى يرضع، كاع اللي عطاته التي ديال ما كيرضعش. يجي مريم أخت موسى، ماشي مريم اللي معاه هذيك بوحدها، أم عيسى ماشي هي هذه، بيناتهم آلاف السنين.
قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ قال لي أنت شغلك شكون قالها لك؟ قالت لي غيرش الدري كيبكي. قالت لي سير جيبها. مشى جابت تمها هذاك النهار، شد التدي ديال مو والسقف بالزول تما وبدا يرضع. قالت لي يا امرأة فرعون، قالت لي ودابا ديه لدارك خليه عندك، غنصيفط لك حتى يكبر، غنصيفط لك الحرس يحرسوك والماكلة والشراب على حسابي. ها هو ولا فرعون يحرس من سيقتله، داك اللي غيدمره ولا حاضيه. هذه هي عناية الله تعالى. فإذا كيقولوا سبحانك يا ذا العزة والجبروت ويا ذا الملك والملكوت، يا من أرسل موسى إلى فرعون في التابوت، وستر يونس في بطن الحوت، وجمع بين يوسف ويعقوب بعد 40 سنة قبل أن يموت، وفضل مريم ابنة عمران على نساء العالمين بدعاء القنوت، وستر محمدا على سيوف قريش بنسج العنكبوت. فسبحانك يا ذا العزة والجبروت. الاستئناس، قالوا ما تلك بيمينك يا موسى؟ ليعلم موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها. التوكؤ اللي من كيرعى الغنم كيحطف وقتافه ويحطيدي، هذا هو التوكؤ ماشي الاتكاء. الاتكاء هو هكا، إذا قلنا فلان متوكئ هو ما يفعله الراعي، الاتكاء هو شيء هو عيان ما قادرش. وأهش بها على غنمي، الهش هو العصا كانت مقسومة، كان كيخشيها تحت الأغصان وكيدخل الشجر تحت الغنم تحت الشجرة وكيحرك الهش، هذا هو له باش كيطيحوا الأوراق. أما إذا كان كيضرب راه يطيحوا الأغصان، والأنبياء ما كيأديوش. ولذلك هذيك العصا ديال موسى سيدي ربي قال سنعيدها سيرتها الأولى، ما قالش أصلها الأول حيت عمرو ما دار بها شي شر، فاعتبر الله عبر عليه بالسيرة. ملي كنقولوا سيرة الأنبياء علاش؟ لأن الأنبياء الحياة ديالهم كلها خير، ما كنقولوش حياة النبي، كنقولوا سيرة النبي، حيت السيرة هي الخير والحياة كنكون فيها الخير والشر. كنقول سير الأنبياء حاجة، فعلاش سيدي ربي قال لموسى ملي العصا تغيرت الحية قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. فهذا هو السبب الأول ديال موسى باش غادي يمشي عند فرعون، وانت أرسله الله معه فاشترط أن يكون معه أخاه هارون. وكان موسى، أنا كنختصر لك، موسى عليه السلام كان صاحب أفعال وهارون صاحب أقوال، ما كيقدرش يدوي ولكن كيبين الحجة بالفعل. هارون كان علاش ملي جا عند فرعون وكان السحرة عددهم 700 ساحر اللي جابهم فرعون، قالوا فخروا سجد، قالوا آمنا بربي موسى وهارون، ولكن واحدين اخرين قالوا آمنا بربي هارون وموسى. علاش؟ لأن الذين انبهروا بعمل موسى شافوه قالوا آمنا بربي موسى وهارون، والذين انبهروا بفصاحة هارون قالوا آمنا بربي هارون وموسى، ان شافوا هارون ما شافوش موسى. علاش القرآن جابهم بجوج؟ اذا هذا هو السبب ديال تغيير الدين عند موسى عليه السلام في زمن فرعون وهدده، فأعطى الله موسى الله تعالى صيفت موسى بتسع آيات بينات بخلاف يوسف صيفته بحاجة. فيوسف صيفته الله بتسعة وموسى صيفته الله بتسعة، غير أن آيات يوسف آيات باهرة وآيات موسى آيات قاهرة. آيات يوسف آيات ما بيناش كيعرفوا غير العلماء بثلاثة أقمصة وثلاثة مطمسة وثلاثة مدهشة، قميص الجفاء وقميص البراء وقميص الشفاء، وثلاثة مدهشة قهر شهوته وتفريج كربته وتصديق رؤيته، وثلاثة مطمسة تحذير أبيه من أن يذكر قوله، وكان له في قصر الذي اشتراه صولة وإعطاء الملك له مفاتيح الدولة إنك اليوم لدينا. إذن هذه آيات يوسف. أما آيات موسى آيات قاهرة، لأن يوسف جاء لهدم لبناء مصر جاي يبني، فالمهمه ديالو كانت مهمه علنيه، وموسى جاء لهدم مصر يهد هذاك الفساد ويبني الخير من جديد، كانت مهمته سريه. القران الكريم كيبين وكذلك مكننا ليوسف في الارض، ويعني من تاويل الاحاديث الى ان قال ولكن اكثر الناس ثم مكننا ليوسف في الارض، بينما موسى مهمته مهمه سريه. قال وهم لا يشعرون في موسى، قال وهم لا يشعرون، في يوسف ما قالش وهم لا يشعرون. فوكذلك يجتبيك ربك عليكم تاوي الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلي كما اتمها على ابويه قبل ابراهيم ان ربك عليم اعطى بينه. اذا هذا تمكين ليوسف عليه السلام. موسى جاء لهدم مصر وبنائها من جديد،
كيهدم الفساد ويبني الصلاح. فكانت المهمة ديالو مهمة سرية في الأول. جاء مدسوس ودخل قصر فرعون وتربى حتى أعطاه الله النبوة. هذه التسعة، هذه الآية التسعة اللي وهي الطوفان والجرادة والقملة والدم والضفادع والسنين واليم والبحر والعصا. هذه آيات بينت، هي تسع آيات بينت لصفة الله مع موسى عليه السلام. إذن أرسل الله يوسف بتسع آيات وأرسل موسى بتسع آيات. وهذه الآيات اللي الله كيصيف الأنبياء بالأرقام، وصيفت موسى لبني إسرائيل ب12. لا زلنا في أولي العزم من الرسل، ومن أولي العزم بعد الأخير هو عيسى عليه السلام. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. وقد بين الله هذا في سورة مريم في القصة المعروفة، لأن القصة والدعوة جاءت من أمه، من أمهما وجدته، وهي حنة بنت فاقود. حنة بنت فاقود هذه المرأة هي امرأة الرجل الصالح عمران، وهذا الرجل عمران كان هو العابد وهو الإمام في المعبد، في معبد بني إسرائيل في القدس، وكان رجلا محترما يصل إلى درجة الأنبياء وإن لم يكن نبيا، كان عالما بالتوراة، وكان في زمانه نبي الله زكريا معه، وكانوا بينهما مصاهرة بين زكريا وبين عمران. فلما مات عمران، وكانت عادة بني إسرائيل أن يضعون ابن الإمام في المعبد، يضعون ولده إذا مات الإمام يكيدروا ولده، حملت مرت عمران ورجلها مات، وكانت امرأة عابدة، فقالت ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا، إذ قالت امرأة عمران ربي إني نظرت ما في بطني محررا فتقبل مني إنك تستمع. فلما وضعتها، حيث هما العادة ديالهم يهبون الذكر لا يهبون الأنثى للمعبد، قالت ربي إني وضعتها أنثى، إذا ذاك الوعد اللي وعدت ما بقاش، وإني سميتها مريم، مريم معنى المباركة، وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. النبي صلى الله عليه وسلم كيقول ما من مولود يولد إلا وينخسه الشيطان نخستين إلا مريم وابنها. أي مولود كيتزاد كيجي الشيطان كينغزو، كيمشي لهذا البطن اللي قلنا في الأول آدم جا نغزو، كيقول هذا البطن هذا موضع سري، موضع سر الشيطان هو البطن، فيه كل شيء، الكاذب النفاق. علاش الدري ملي كيتزاد كيصرخ؟ لأن الشيطان ينخسه نخستين إلا مريم وابنها، لأن لدعوة أمهما حنة بنت فاقود، قالت ربي إني وضعت وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها. لكن ملي كبرت شوية داوها للمعبد وحطوها، وخا صغيرة حطوها، ماتت أمها، جا خالها هو اللي كمل الكفالة ديالها. لكن بني إسرائيل تقاتلوا عليها، شكون اللي غادي يربيها؟ هذه مريم قالوا غادي زكريا مع بني إسرائيل، قالوا هذه بنت الإمام ديالنا، كل واحد كيقول نديها لداري نكبرها. زكريا قالوا لا نديروا القرعة، واللي دار الجال فيه العود يربيها. الله تعالى أوحى إلى زكريا قال اليهود بني إسرائيل قوم بهت أصحاب حيلة، راه غادي يغلبوك في القرعة، يديروا معاك القرعة غادي يغلبوك. قال لي اش غدير؟ قال لي غادي ديروا، غادي تلوحوا الأقلام ديالكم اللي كتكتبوا بها التوراة، لوحوها في واحد الساقية واحد النهر جاري، أيما قلم عكس مجرى النهر هو الذي يكفل مريم. اما اذا كل واحد يصبغ اللون ديال القلم ديالو بلون، راه يقدر يدير القرعه يلعبوا عليك. فالقوا الاقلام، فكان قلم زكريا هو الذي عكس مجرى النهر، قال الاقلام جرى داها الواد ذاك النهر الصغير، الا قلم زكريا ويعكس. قالوا لا لا ما احنا متفقينش على هذا، احنا ما متفقينش على هذه القرعه، هذه قرعه غريبه، احنا بغينا كل شيء، والله تعالى نقلينا هذا الخصام لما رضوش بالحق. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، ما رضوش بالعدل، عودوها تاني هكا. لكن ملي قالوا زكريا صافي احنا رضينا بالقرعة ديالك أنك أنت اللي غتكفل مريم، ما تديرهاش في دارك، غدير البيت المقدس، غتحطها في الجامع في المعبد، حطها في الجامع وتزورها تما. هذا معنى قوله واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، على المقدس المكان اللي كتشرق منه الشمس، فاتخذت من دونهم حجاب. وكانت صغيرة، فين ما كيجي عندها زكريا يجيب لها الماكلة كيلقى فواكه الشتاء في الصيف وفواكه الصيف في الشتاء، كيلقى شي فواكه غريبة. قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله. قال هذه الصبية الصغيرة؟ قالت هو من عند الله، وأنا ما نطلبش، أنا نطلب حتى أنا خصني نطلب الولد، أنا عندي 90 عام، يقدر الله يعطي، اللي أعطى لهذه الفواكه في هذا الوقت
اعطيني انا. هنالك دعا زكريا ربه، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، في محراب بيته. المحراب في العربية هو أي مكان كتصلي منه، لأنك تحارب الشيطان من خلاله. فملي كتوقف شي حاجة كتصلي أنت تحمل حرب على الشيطان، كيتسمى محراب، ماشي ديال الجامع هو المحراب. أي مكان أنت كتصلي فيه تحارب الشيطان من خلاله. وهو قائم يصلي قال إن الله يبشرك بيحيى. فهنا سيد ربي بشره بيحيى، ولا اسمه يحيى، يحيى بمعنى أنه لا يموت، غيبقى حي. حتى ديك الكذبه اللي كيقولوا بنو اسرائيل انه قطعوا ليه راسه وهداوه للباغي، هذا ماشي صحيحه، يعني يحيى باقي حي. وسيد ربي قال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت، واصلا باقي ما ماتش، ما قالش ويوم مات. وكون كان شاهد وتقطع عليه راسه بديك الطريقه يتسمى شاهد. وسيد ربي لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، قل شو هذا. فهنا قال ويوم يموت، اذا السلام يوم ولد ويوم يموت، ومازال ما ماتش. هذه كنتفقوا عليها القران اللي كياكدها. اذا نرجع لعيسى عليه السلام. عيسى من الصغر ديالو، ملي مريم ملي تاخذ المكان جاءها جبريل فنفخ في كمها هي تحمل، فكان حملها ووضعها في يوم واحد، حملت هذاك النهار ولدت هذاك النهار. يعني غير هي ملي حملت هربت من المكان ديالها الخفاء ومشات لبيت اللحم واحد المكان بعيد فين ولدت. وذلك سيدي ربي ذكر في القرآن واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذ فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. جبريل كان في صورة ديال رجل من دخل معها الخيبة، لكن المرأة خلعت الدرية خلعته من قالت لي أعوذ بالرحمن منك، انسلخ من صورته البشر إلى صورته الأصلية، رجع للصورة ديالو الأصلية، خوفاته. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. ملي تغير قدامها جبريل من صورة لصورة ما تخلعتش. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، يعني ما كان المفروض تفزع. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فنفخ في كمها فحملت لتوها من نفس المكان. أغبر جبريل ما بقاش يبان، ولكن هو معاها. فلما شافت راسها حامله هرجت خرجت، لان يعني غادي يجيو اليهود بنو اسرائيل يقول لي هذا حمل من 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 الفساد وغادي يرجموها. وكان اليهود يطبقون الشرع على الضعيف، اذا الضعيف وقع في شيء يقيمون عليه الحد، واذا وقع الشريف لا يفعلون شيء، ما كيدير والو، كيقيموا على الضعيف. فهربت هي، خافت يقيموا عليها ويرجموها، هربت لواحد المكان. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وهنا قال لك لا يجوز تمني الموت إلا عند ثلاثة أشياء، عند اللقاء وفيض العطاء ومن الحياء. لا يجوز أن يتمنى الموت إلا عند ثلاثة الحوايج، عند اللقاء إلى القى العدو في الجهاد في سبيل الله، أيام الجهاد كانوا كيقولوا واش تمنوا النصر والشهادة، كيتمنوا الشهادة في سبيل الله. عند اللقاء وفيض العطاء، والأنبياء تمنوا الموت من اللي أعطاهم الله، يوسف عليه السلام اللي أعطاه الله لم يتمنى الموت لما دخل الجب، ولم يتمنى الموت لما دخل السجن، وتمناه لما أصبح ملك مصر. قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، أشنو بغيتي؟ توفاني مسلما وألحقني بالصالحين. باللي مات في مصر هزوه من بعد القبر ديالو وداوه لأورشليم الفلسطين، دفنوه في مغارة الخليل، هذا معناه ألحقني بالصالحين. ومن الحياء كما قالت مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. فناداها من تحتها جبريل كان معها ألا تحزني قد جعل ربك من تحتك سرية. والحزن أشنو المعرفة للحزن؟ الحزن هو قلق النفس من شيء لا تدرك وقته، والخوف هو اكتئاب النفس من شيء تدرك مصدره، والغم هو قلق النفس من شيء لا تعرف مكانه. شي واحد مغموم ما عارفش علاش، هذا اسمه الغم. والخوف هو قلق النفس من شيء تدرك مكانه، عرفتي فين كاين، خايف من شي حاجه تحت السرير ولا تحت السداري. هذا لا تحزني قد جعل ربك تحتك سارية. والساري هو واحد الواد، حيت الانسان ملي كيخاف كيجف الريق ديالو كيحتاج للماء، ففجر الله واحد الساري تحت منه شربت. فكلي واشربي فملي هزت قال لي جوج حوايج ديريها وغتشوفي هذاك الولد قدامك. الملائكه اللي تكلفت به هزي اليه بجذع النخله، هزي اليك بجذع النخله. طاح الرطب
غير كالت من الرطب وشربت من الماء، فإذا بعيسى قدامها موجود ما عرفش كيفاش تولد. هذا معنى قوله فكولي واشربي وقري عينا. ملي ولا قدامها المولود خلعت، إذا اش غادي تقول؟ فقال لها جاء الجواب، إما ترين من فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. الصوم غير الصيام، الصيام حاجة والصوم حاجة. الصوم هو عام يكون بجميع الجوارح، أما الصيام هو اللي يكون غير عن الأكل والشرب. تقول فلان يصوم صوما يعني بجميع جوارحه، وفلان صياما، هذا حاجة وهذا حاجة. فالرسول قال إذا كان يوم صوم أحدكم عن كل الأشياء فلن أكلم اليوم إنسيا. إذا ولدته هذاك النهار، ثم ذهبت به إلى قوم، فأتت به قوم تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون. علاش قالوا أخت هارون؟ أخته غير في العبادة، حيث كان بني إسرائيل في زمن عيسى أي واحد كان معابد كيقولوا يا أخ هارون، بحال كيقول شي واحد يا مطوع يا الفقيه، إذا كان شي واحد لابس فيقال يا أخت هارون. هارون ضرب به المثل في التاريخ، كان في الآخر تزهد زاهدا في الدنيا أخو موسى. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء نعم، وما كانت أمك بغية هي حنة. فأشارت إليه، لأن الله قال لي ما تكلميش هذاك النهار، هذا الدليل على أن ولداته هذاك النهار. قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. لأن في عيسى اش قال في زكريا في يحيى؟ وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وفي الأم قال جبارا شقيا. علاش؟ قال عدم طاعة الأب معصية، لكن عدم طاعة الأم شقاء. شي واحد لا كان مصفوط مع أباه راه عاصي، ولكن كان مصفوط مع أمه هذا شقاء لا تعالج. إلا مات أباه وبينه وبينه شي حساب وبقات أمه يقدر يمسح داك الشيء مع الوالدة، ولكن لا كان عم مصفوط مع أمه وبقى البو ما يمسح والو، بقى مصفوط تيموت. وإذاك المصفوط كيتخلص ملي كيموتوا الوالدين، نهار يموتوا كيبدأ في الخلاص، والمرضي نهار يموتوا كيبدأ في الخلاص، هذا هو الرضا كيلحق ليه، والمسخوط كيلحق عايموتو كيبدا يتخلص كاع المصائب كتجي. فلذلك هنا اشقى ولم اكن جبارا شقيا. فبنو اسرائيل بداو كيهزوه ويبكي ورجع لبلاصتو، رجع كما كان في المهد، ما بقاش كيدوي حتى كبر، حتى وصلت لاربع سنين ولا كيقول للدراري سير لعند امك راه تلقى التفاح وكذا. وهذا معنى ونبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم، ولا كيقول لهم سيروا هنا غتلقاو كذا ولا. وهذا هذا المعنى ديال وانبئكم بما تاكلون. فتضجر منه بنو اسرائيل ملي بدا يكبر، عرفوه راه هو نبي بني اسرائيل، بغاو يقتلوه لان غادي يغير المجرى ديال بني اسرائيل. فملي نزل عليه الانجيل، الانجيل هو تتمه للتوراه، لان يعني عيسى جاء متما لما جاء به موسى عليه السلام، واحل لهم بعض الاشياء التي حرمت عليهم. ثم جاء التلمود وهو كتاب يشرح الإنجيل والتوراة والإنجيل، هو اسم التابع لهما. فالتلمود تابع، من ثم كيقولوا الدري تلميذ. تلميذ كلمة آرامية عبرية معناها أن التابع للأستاذ، التلمود ماشي كلمة عربية. إذا هذا عيسى عليه السلام عاش 33 عام، ولكن كل عيشة دياله كان معمرو نعس تحت سقف، دائما هربان به أمه، لأن كانوا بني إسرائيل يتتبعون يريدون قتله، وكان كيحيل يوم الموتى وما كيامنوش به. قالوا لي الا بغيتي اذا اردت ان نؤمن بك غتصوب لنا شي حاجه غير البشر، هذوك الناس اللي كتحييهم هذوك صحابك انت داير معاهم، جيب لنا شي حاجه غير البشر. قالوا قريوني. قالوا حيينا شي فرخ، صوب لنا شي حاجه. قال اذا نصنع لكم طائر. فصنع لهم طائر، قال لهم وانفه واصنع لكم من الطير من كذا طير. فقالوا لو اذا بغيتي نامنوا بك صوب لنا طير، ولكن الطير يكون بالشروط ديالنا احنا ماشي بالشروط ديالك. قال الطيور يا ابن مريم تطير بالريش، نحن نريد طائرا بغير ريش. الطيور تنام بالليل وتقوم بالنهار، نحن نريد طائرا العكس، يطير بالليل وينام بالنهار العكس. الطيور لها مناقير، نحن نريد طائرا له أنياب. الطائر له ذكر وأنثى، نحن نريد الطائر هو ذكر وأنثى نفسه. الطيور تبيض، نحن نريد طائرا يلد، كيولد بالعكس كتولد المرأة، ويحيض كما تحيض المرأة. فصنع لهم الخفاش، الخفاش هذا من صنع عيسى بأمر الله، ولكن دخلت فيه شروط بني إسرائيل. علاش هذا الطائر معدب؟
دابا الخفاش طائر مؤدب، كينعس مقلوب وكيولد في السماء وكيخرج بالليل وينعس بالنهار وعنده واحد الحياه مخربقه. علاش؟ لان دخلت فيه يد البشر، وهذا هو الخفاش اللي كنقول الوطواط حنا. هنا قال لهم عيسى: واخلق لكم من الطير، من الطين كهيئه الطير، ماشي طير ولكن ملي قال لهم كهيئه قالوا حنا نشرطوا ماشي انت. فدخلت في يد البشر فتغير هذا الطير، عاش هذا الطير مضطرب في حياته. شوف ملي كتكون الخلق ديال الله مخلص كتكون الامور سهله، ملي كيدخل يد البشر في شي حاجه مخلوق كيخسر. فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله. وابرئ الاكمه والابرص. الاكمه، وهذه من المعجزات ديال عيسى، الاكمه هو اللي كيتولد من كرش معمى، ماشي معمى، ما بقاش ابرئ الاعمى. تفرق بين الاعمى والاكمه، الناس ما كيفرقوش، حتى في التفاسير كيقولوا الاكمه هو الاعمى. لا، الاكمه هو الذي يولد ميؤوس من شفائه، الشبكيه ميته. فكان عيسى يمسح عليه فيصبح مبصر. والبرص هو ليس له دواء في الارض الى اليوم. فكان عيسى يمسح على الابرص فيتغير جلده الى جلد حسن، ويمسح على الاعمى فيصبح مبصرا، فمن ثم سمي المسيح لانه يمسح على، فبذلك وسمي المسيح لانه يسيح في الارض، وسمي المسيح لانه امسح الاخمصين، ما عندوش هذا بلاتفورم، عنده رجليه مقاده من تحت بلا ماشي. فهاد ثلاثه الاشياء اللي تسمى المسيح عيسى بن مريم. نحن لازلنا في سلسله اولي العزم من الرسل. ثم علاش كيتسموا اولو العزم؟ وهذه مساله ما ذكرناش في الاول، كان المفروض نذكروا من اي من نوح عليه السلام. اولو العزم من الرسل لان فيهم جميع العزائم اللي متفرقه في جميع الانبياء والرسل. بمعنى ان الانبياء الذين ذكروا والرسل ذكروا في القران الكريم هم 25 نبي. وما الحكمة في ذكر 25 نبي مع أن هناك الآلاف من الأنبياء؟ لأن الفضائل اللي موجودة في الأرض وأوجدها الله هي 25 فضيلة، الجود والكرم والسخاء والمروءة والخير و و و سعة الصدر والصبر والحلم، هذه كاين 25 فضيلة فجمعها الله في محمد صلى الله عليه وسلم. إنك على خلق، وإنك على خلق عظيم. وأولو العزم من الرسل جمع فيهم الله هذه الشتات كامل، فهم عندهم العزيمة في كل شيء أرادوا أن يقومون به، لا يحتاجون إلى شيء، فالقوة في كل شيء. فأولو العزم من الرسل وأعلى الأنبياء وأفضل الأنبياء وخير الخلق أجمعين هو سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمه أحمد واللقب محمد، وقد ذكره عيسى قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأنزل معه الله المعجزة الخالدة هي القرآن، لأن المعجزات اللي كنسمعوا عند الرسول المعجزات ما عندوش المعجزات، هذوك تسمى دلالات النبوة، عنده معجزة وحدة وهي القرآن. أما الدلائل ديال النبوة كثيرة، خرج الماء من بين أصابعه وتكلم الضب وكلمه الجمل والجذع يتكلم، هذه الأمور كلها كتسمى دلائل النبوة. وفرق بين الدلائل وبين المعجزات. الدلائل قد يأتي بها غيره، قد يجيب هو دليل ويجيب شي واحد كاهن ولا ساحر وقدر يجيب شي حاجة يقول له أنا محمد ما جاب شي حاجة جديدة. ولكن القرآن اللي عليه كيدور كل شيء هو المعجز، اللي كيقول: قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا، ولو كان بعضهم لبعض معينا. ما يقدروش يجيبوا بحال هذا القرآن، لأنه القرآن معجز في نظمه، ما كاينش اللي يقدر يجيب بحاله، يقدر يجيبوا حاجة أخرى ولكن عمره ما يكون القرآن. شنو الإعجاز اللي فيه؟ الإعجاز النظمي. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان البلاغة والناس بلغوا في البلاغة وفي الجانب الأدبي مبلغا عظيما، فكانوا حتى أصبحوا وصلوا لدقة النقد الأدبي، شي حاجة دقيقة كينقدوها فيما بينها. فلذلك أرسل الله هذا القرآن ببلاغة أزلية تكيفها يخفى على الأذهان. وأنا غنضرب لكم مثال قليل في النقد الأدبي. حسان بن ثابت شي مرة جاء وكانت الخيمة تبنى لمن أصبح محكما في أشعار العرب، فألقى هذاك الوقت الخيمة بنيت للنابغة الدبياني، النوابغ ثلاثة وهذا النابغة الدبياني. وكان حسان بن ثابت شاعر مخضرم، عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام.
في الوقت الجاهلي قبل البعثة كان هو كيجي يسترزق في وقت عكاظه، فجاته باش يعرض الشعر ديالو باش يربح ويدخل المجنة وذي المجاز باش يكتسب. وكان عكاظ اختبار الشعراء ماشي لعرض الشعر، اللي نجح في عكاظ عادي يدخل لي عرض الشعر. وعكاظ بعيد من مكان 200 كيلومتر، من طائف ليه ب 45 كيلومتر، فيه كيعرضوا الشعراء. فمن اللي جاب يعرض الشعر ما قبلوش، قال النابغه قال واش عندك؟ قال له عندي واحد القصيده امدح بها قومي. قال تفضل. فقال لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى، واسيافنا يقطرن من نجده دما، ولدنا بني العنقاء وبني محرق، فاكرم بنا خالا واكرم بنا بنما. فقال له النابغه كلامك هذا لا يرتقي الى البلاغه، انصرف. فغضب حسان وقال انا اشعر منك ومن ابيك. فقال النابغه انقوضيه يا خناس، كانت الخنساء هي لا جوان ديالو، هي اللي كانت علي من ديالو لا. فقالت له لماذا غضبت يا بني؟ اسمع النقد الادبي كي داير. قالت انت قلت لنا الجفنات، وهذا جمع قله، عليك ان تقول لنا الجفان. انت الجفنات من واحد حتى سبعه. وقلت ايضا يلمعن في الضحى في وقت النهار، والضيوف اكثر طرقا بالليل، الضيوف كيجيو بالليل، عليك ان تقول يبرقن في الدجى. العرب ما كيتغداوش كيتعشاو، اذا ها الكذبه الثانيه. وقلت ايضا واسيافنا، اذا اردت كثره الجنود قل وسيوفنا، وهذا جمع قله عندك. وقلت ايضا يقطرن من نجده دما، اذا اردت كثره القتل في العدو قل يجرين دما ماشي يقطرن دما. ثم قلت ايضا وهذه اكبر من اختها، ولدنا بني العنقاء وبني محرقين. الرجل يفتخر بابيه لا يفتخر بابنه، قول انا ولد فلان ما تقولش انا بوت فلان. فلما سمع حسان ذلك انصرف، ما بقاش دوا صافي. هذا النقد الادبي الدقيق. هاد الناس بهذا المستوى نزل بهم هذا القران ما عرفوش منين يبداو. قرانا عجبا، الجن اللي كيتقنوا قالوا انا سمعنا قرانا عجب يهدي الى الرشد. اذا هذه هي الدقه في النقد الادبي في ذاك الزمان. اذا في زمن عيسى، في زمن موسى كان السحر بلغ ذروته، فأرسل الله موسى بالعصا، إذا أفحمت الشعراء. في زمن موسى الطب ولو كيديروا عملية جراحية للراس البطن، فأرسل الله عيسى أفحم الأطباء، يبرئ الأكمه والأبرص، والمعجزة اللي كبر هي يحيي الموتى. إذا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم كان الأدب، الجانب الأدبي عالي جدا، الشعر والرثاء والهجاء ضروب الشعر، وكان النتر علم الخطابة كان عالي جدا. فأرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم من جبل لا فيه طير يطير ولا وحش يسير، نزل ببلاغة أزلية تكييفها يخفى على أذهان البشر، هو هذا القرآن. إذا فعجزت قريش أن تأتي بآية واحدة بل بكلمة واحدة، لم تستطع. إذا هو محمد عليه الصلاة والسلام وهو من قريش، ونسبه الشريف كما ذكرنا فيما مرة هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن مقوم بن تيرح بن ناحور بن يعرب بن يسجب بن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن ابن آزر وهو أبو إبراهيم ابن صاروخ ابن ابن راعو ابن عيبرة ابن فالخ ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح عليه السلام ابن لمك ابن متوشلخ ابن أخنوخ وهو إدريس اللي ذكرنا ابن يرد ابن مهليل ابن قينن ابن يانش ابن شيث ابن آدم عليه السلام. ولو أنه قال لا ترفعوني فوق عدنان، لأن العدنان النسب الذي لا يختلف فيه أبدا، أما فوق عدنان من باب الاستئناس والمتاع العقلي، لأن اليهود قالوا أن هذا محمد هذا من بني إسرائيل ليس من العرب، فاضطر أهل السير والمغازي أن يرفعوا النسب إلى آدم عليه السلام باش يبينوا هذا السبب. وبعث بمكة أبوه عبد الله وجده عبد المطلب، هم من أشراف قريش. واللي كيبين لنا بزاف هذا الرسول هو هرقل، ملي سولوا أبو سفيان، ملي قال له بلغه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب.
قال كذلك الرسل تبعث في أنسابها. قال هل يغدر؟ قال لا، أبو سفيان هو عدولي. قال كذلك الرسل لا تغدر. قال كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال سجال، يوم لنا يوم. قال كذلك الأنبياء، يوم يغلبون ويوم يغلبون. قال هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال أبو سفيان لا. قال كذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. قال أصحابه يزيدون أو ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال كذلك أتباع الأنبياء. قال أغنياء القوم يتبعونهم أم ضعفاؤهم؟ قال قلت بل ضعفاؤهم. قال كل الأنبياء يتبعهم أن أؤمنك واتبعك الأرذلون. فقال هرقل في الآخر من السؤال أبو سفيان، قال إن كان ما تقول حقا فإنه سيملك تحت قدمي هاتين، ولو علمت أنني سأخلص إليه لتجشمت لأغسل قبل يديه وأغسل قدميه. قال أبو سفيان فكثر اللغط وأخرجنا، خرجونا بدأ كأن هرقل عرض الإسلام على عظماء الروم فأخرجنا. قال أبو سفيان كيقول أصحابه، قال فقلت لأصحابي لقد أمر أمر بن أبي كبشة حتى أصبح يختصم في عظماء الروم. قال لي هذاك اللي كنا كنقولها ولد بوحة ولي أبو كبشة ولو عظماء الروم كيختصموا فيه ذا القضية. قال فلا زلت موقنا أنه سيظهر ويغلب حتى أدخل الله عليه الإسلام. هذا أبو سفيان كيتكلم في الجاهلية. إذن هذا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي. بغينا نعرفوا الأمية. الأمية هنا أمية محمد، أمية برهان، لأن الأمية إذا أضيفت إلى النبي محمد تعني البرهان، وإذا أضيفت إلى عاد إلى الناس إلى باقي البشر هي النقصان. يعني كنت تقول فلان أمي راه ناقص وما عارفش هذه الحاجة. أما لما نقول أن محمد أمي تعني البرهان على دعوته ونبوته. النبوة الأمية إذا صرفت للبشر تعني التلف، وإذا صرفت للمصطفى فهي الشرف. كلما قيل أنه أمي كلما كنت أمية، لأن أمية الناس أمية مفهوم البشر، وأمية محمد أمية معلوم القدر. مفهوم هذه أمية العادية، هذه أمية مفهوم البشر، لأن هذا أمي معنى ما قارش ما كيعرفش هذه اللغة، معنى أمي في هذه الجهة. وأمية محمد أمية معلوم القدر، يا ديال سيدي ربي أمية بوحدها خاصة، بمعنى أنه لا ينطق عن الهوى، علمه الله في الأزل، الله تعالى كيعلمه في الأزل، كاين هذوك كيبدا يقول شي. إذا هذه أمي، هذه أمي ملهم، صاحبها يكون ملهم. ما كنقول هذا الوحي اللي كتسمى وحي الحقيقة، لأن الله تعالى أوحى إليه وحي حق. الوحي كينقسم لخمسة الأقسام، كاين وحي الحقيقة، وكاين وحي المعنى، وكاين وحي الوسوسة، وكاين وحي الإشارة، وكاين وحي الإلهام. وحي الحقيقة هو جبريل اللي كيجي للأنبياء مباشرة، هذا كيسمى وحي حقيقة. وكاين وحي المعنى هو الحديث القدسي، كيكون معناه من الله ولفظه من النبي، حديث قدسي. وكاين وحي الإلهام كيكون عند كل واحد، وحتى الحيوانات والحاجة. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعي، هذا وحي. وكيوحي الله حتى الإنسان ليا وليك الآخر إلهام. وكاين وحي الوسوسة كيكون من الشياطين، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. وكاين وحي الإشارة، تقدر شي واحد دير لي بوجهك ولا بيدك قبل ما تكلم، كما فعل زكريا فخرج على قوم من المحرام فأوحى إليهم أن سبحوا. وكاين وحي الإشارة، هو هذا اللي قلنا وحي العلم. إذا الوحي انقسم إلى خمسة أقسام. النبي صلى الله عليه وسلم شرفه الله وجعله آخر الأنبياء بأنه أرسل فيه خير الكتب وهو القرآن عليه، مع أفضل الأنبياء جبريل، في خير شهر هو رمضان، في خير ليلة وهي ليلة القدر، على خير الأنبياء وهو محمد صلى الله عليه وسلم، في خير أمة وهي أمته، كنت خير أمة أنزلت أخرجت للناس. إذن فالخيرية هنا في كل شيء، تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل معه مع أرسل عليه خير الكتب، مع خير الملائكة جبريل، على خير أمة أمته، في خير ليلة ليلة القدر، في خير شهر شهر رمضان، على خير الأنبياء وهو محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الخيرية كبيرة. وذلك قال فضلت على الأنبياء بست أو بخمس،
ومنها أعطيت الشفاعة، الشفاعة العظمى، هذه خيرية المصطفى صلى الله عليه وسلم. الشفاعة كاين فيها الخاصة والعامة. الشفاعة العامة العظمى هي أنه يشفع في شفاعة الفصل بين العباد يوم القيامة، ملي كيوقفوا الناس في صعيد واحد فيقف هو اللي يأتي الناس إلى آدم ثم نوح إبراهيم موسى عيسى أولي العزم، كيطلبوهم ما كيقدروش، يقول لا نستطيع، فيأتي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه كتسمى شفاعة الفصل، فيقول أنا لها أنا لها، كيطلب الله باش تبدا الفصل بين العباد بين الأولين والآخرين. فبها أفضل، وكان الرجل يبعث إلى القوم خاصة، فبعثت إلى الناس عامة، وأحلت لي الغنائم. الغنائم ما كانش كتحل الأنبياء الآخرين، كانوا ملي كيجمعوا الغنيمة كتجي نار تحرقها. واليهود قالوا للمحمد صلى الله عليه وسلم لولا تأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم، يجيب لنا غنائم. فإذا هذا التفضيل ديال محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله الله خاتما للأنبياء وخاتما. من كنقراو خاتم عندها معنى، وخاتم عندها معنى آخر. فخاتم الأنبياء شيء، وقالوا ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقرئت وخاتم النبيين، فنقول محمد خاتم الأنبياء بمعنى أنه خاتم، بمعنى أنه به ختموا، وخاتم الأنبياء بأنه لا يولد له ذكر يعيش. فكنقول فلان الخاتم، العرب اللي كيبغيو يكرموا شي حد كيتزادوا عنده البنات كيعيشوا الأولاد كيموتوا كيقول فلان الخاتم، ولكن إلا بغوا يعيروا كيقولوا أبتر، كما قال ذاك المشرك للرسول قال محمد أبتر، أي مقطوع النسب. ولكن ما كان لطفوا القلب ديالك، كان لطفوا الخاطر، كيقولوا خاتم. سيدي ربي من اللي بغى قال وما محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين لا يولد له ذكر يعيش، وقرئت وخاتم النبيين يعني به ختموا. الكلمة ملي كنقسموا كنجروها وكنفتحوها كتعطينا معنيين، تغطي المعنيين. إذا فهذا هو رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، ومولده مولد خير على هذه الأمة. حينما نحتفل نحن بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم نتذكر فيها سيرته وأخباره وكذا، هذه يعني لا بد لنا أن نفعل هذا في ذكرى المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن حينما تحتفل بذكرى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وتخلدها كما قال إبراهيم عليه السلام، إبراهيم دعا أن يخلد ذكره، قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وهذا لسان صدق هو اللي حياه ليه المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية، قال قول الله صلي على محمد وكما صليت على إبراهيم. إذا دعا به إبراهيم فاستجاب له المصطفى صلى الله عليه وسلم وطبقه، لما سئل كيف نصلي عليك قال قول اللهم صلي على محمد وكما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وهذه هي الدعوة اللي دعا بها إبراهيم، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. والله تعالى من على محمد صلى الله عليه وسلم فقال ورفعنا لك ذكرك، هو الأذان، ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. إذا ذكر الله تعالى، ذكر محمد صلى الله عليه وسلم مع الأذان. موسى عليه السلام قرأ في الألواح مرة، قال يا رب لقد قرأت في الألواح أن أمة تأتي من بعدي، إذا هم الرجل بالصدقة ولم يعملها كتبت له حسنة، وإذا هم بها فعملها كتبت له إلى 700، من هذه الأمة؟ قال إنها أمة حبيب محمد. قال وقد قرأت في الألواح أيضا أن أمة إذا هم الإنسان بمصلاه ترفع له بذلك حسنة وتضع عنه سيئة، من هذه الأمة؟ قال إنها أمة حبيب محمد. فقال موسى اللهم اجعل لي من أمة محمد، فلم يستجب الله له، فقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ما بغاش يعطيه وما طلب باش يكون من أمة محمد، ما عطاش أكثر من أنسني. ومن ثم حتى النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا، قال عمر شي مرة، عمر كيقرأ التوراة في واحد الورقة ديال التوراة، فنزعها منه النبي صلى الله عليه وسلم حق العالي وحطها، قال له أنت تقرأ التوراة وأنا بين ظهرانكم، فوالله لو كان موسى حيا لما وسعه إلى اتباعي، موسى كي غادي يتبعني غادي يقلب عليه وبرئرات منه وما لقاش. إذن فهذه من قربات الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه، ويكفيك شرفا
أن الله تعالى حينما أراد أن يفرض عليه الصلاة رفعه عنده. سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل بنبيه، قال الأنبياء كيقول لهم يا محمد يا عيسى يا نوح يا إبراهيم، حتى درجة النبوة ما خاطبهمش بها، إلا محمد كيقول يا أيها النبي. لكن الدرجة الأعلى اللي أعطى الله لنبيه هي أنه لما خاطبه بموسى بالعبودية 5 مرات في القرآن تكرر العبد لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أعلى درجة، أعلى من النبوة والرسالة، وهو وسام العبودية. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. يقول رب العالمين في محكم تنزيله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك وترضى. هذا الواو دائما اللي كنلقاو في القرآن هذا واو القسم، ولكن هناك أسباب عجيبة. واو القسم المقسم به الضحى، لأن المقسم له هو النبي صلى الله عليه وسلم. والأقسام كتنقسم الخمسة، كين القسم هو الواو، والمقسم به المقسم عليه، والمقسم هو الله، والمقسم له هو الإنسان، اسمها الأقسام. والضحى والواو، واو القسم دائما كيكون قسم ابتداء، والتاء قسم تحدي تالله، والباء قسم استفهام تقول بالله، والهاء قسم تنبيه تهل، العرب تقول بل والله تالله هالله بالله، هذه الأقسام، هذه حروف القسم. والضحى، علاش الله قال والضحى؟ لأن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم من يبغى يقسم الأمة ديال محمد قال والشمس وضحاها، النهار كامل، وأفضل ما في النهار هو وقت الضحى، هذاك الوقت ديال الصباح، فكأن النهار هو أمة محمد، وكأن الضحى هي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك، لأن قريش قالت محمد قالاه ربه، والمقلي هو شي واحد اللي مكروه ما فيه ما يتشاف من الأول، ياك إلا قلنا فلان مكروه يعني شي حاجة كتبغى وشي حاجة ما تبغاش فيه شي وشي، أما المقلي هو اللي ما فيه والو، علاش كنقولوا سمكة مقلية؟ تقول العرب قالاه فلان، وانت كتقول شي واحد قيلني عليك، العربي كيقولوا قيلني زعما بعد، وأقيل من منصبه، وقيل يعني بالمرة جملة وتفصيلة، فمن ثم جت كلمة قالا، ما ودعك ربك وما قالاك، ولا الآخرة، لأن الوحي تأخر على النبي صلى الله عليه وسلم 6 شهور، قالت قريش محمد قالاه ربه، فأنزل والضحى وليد ما ودعك وما قالا، ولا الآخرة خير لك من الأولى، المدينة أحسن لك من مكة. من كنقول الآخرة ماشي الآخرة دائما يوم القيامة، الآخرة دائما في القرآن كتعني بعض خير أيامنا أواخرها، فإن كنت في مكة مظلوما مغموما محتقر فستكون في المدينة آمرا ناهيا رئيسا، ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى، ما قال سيعطيك، قال سوف، لأن سوف يعطيك يعني عطاء غير منقطع مستمر، أما إذا قال لك فلان سأعطيك يعني مرة واحدة، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. والرضاء من الأنبياء يعني سريع. ثم قالوا ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا ما قال فآوى، الإيواء ها هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اللي كفلوه في اليتم دياله بزاف، ماتت أمه فكفلته بركة هذه الخادمة، ثم مات أبوه في بطن أمه، وماتت أمه في الطريق من المدينة إلى مكة، ومات جده وعمره 8 سنوات، إذا شحال من واحد كفله، فقال ما قالش فآواك، فقال فآوى، وجدك ضالا فهدى، والضلال هنا ماشي ضلال الكفر، ضلال الحيرة، كان كيبحث عن الحقيقة. الضلال ينقسم إلى أقسام، هناك ضلال الحيرة، ضلال الحب، ضلال المحبة، ضلال، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، أي فقير فأغنى، وبدا كيجيب ليه الأسباب وكالتعليل دابا، فأما اليتيم فلا تقهر لأنك كنت يتيما فآواك، وأما السائل في الدين اللي كيسول سؤال في الدين، وأما السائل فلا تنهر كما أنك كنت
ضالا فهداك، وأما بنعمة ربك فحدث، يعني بالمال فرق وزع، كما أنك كنت عائلا فأغناك، فثلاث بثلاث. الناس كيفهموا أن السائل فلا تنهر، ولا كيسول كيمد يديه ما تنهروش. السائل هنا في الدين وليس في المال. أما السائل فلا تنهر، لأن تلاقي ركبتي ثلاثة مع ثلاثة وكيجي هما هادو. أما اليتيم فلا تقهر، لأنك كنت يتيما فآواك. وأما السائل فلا تنهر، كما أنك كنت ضالا فهداك. وأما بنعمة ربك فحدث، بالمال تحديث يعني وزع المال، فرقوا على الفقراء، لأنك كنت كما أنك كنت عائلا فأغناك، فثلاث بثلاث. شو هو مسخوط الوالدين مع عمرو يطفروا، هنقولها بالدارجه نيت، عمرك شتي شي مسخوط مغلط مع والدي يطفروا ويدير شي حاجه؟ اللي قالك هكا كذب عليك، فين ما شتي شي حد، حيت الوالدين هذا بحال الطابع كيعطيه الله تعالى، اللي يرضى عليه سيدي ربي كيتصنت لوالديه، وشتي اللي كيتبع طريق الوالدين عمرو ما يخسر في الحياه، ملي كيامروه بالخير سير بقال وصاحبهما في الدنيا معروفه، الا وان جاهداك على ان لا تشرك بما فلا تطعهما، لكن على ان تشرك به فلا تطع، لكن حينما يكون في المعروف وفي الحياه، فاللي كيكون مرضي مع والديه وفي حياته دائما الرضا بين عليه، هذا راه امتى كيربح؟ ملي كيموتوا الوالدين عاد كيربح، عاد كيبدا يجني الثمار، هو كيكون في الحياه مزيان، ولكن ملي يمشي والديه بحال شي واحد كخدام كيتخلص في اخر الشهر، ورمضان ملي كنصوموا في اخر رمضان كناخذوا الاجر، الله تعالى كيعطي للصائمين اجرهم، والوالدين ملي كيكونوا في الحياه معاك انت مرضي موفق للخير، ولكن ملي كيموتوا كيزيد الخير اكثر، والمسخوط حتى هو هكا عا كيموتوا كيبدا يتخلص، هو مفلس في الحياه ولكن لا طول الله العمر قبل منه، عا كيموتوا وعاد كيجي الخلاص ديال المعقول، كاع فين ما كانت شي مصيبه جاي لشي حد اخر كتجي ليه هو. إذن ورضا الوالدين شي حاجه كبيره، سيدي ربي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبار احدهما او كلا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، ما قالش قولا لينا، لان القول اللين يقال للصديق وهو التصويب الخطا بلين، اما الوالدان كان ما الا خطاوا ما نقولش لهم خطاتوا، كتحاول تخرجوا من الموضوع بلا ما يفعق، الا كان باك ولا امك يقولوا شي حاجه غلط ما تقولش هذا الشيء الوالد ولا الوالده ما مزيانش، لا قول لي راه سلم عليك فلان وكذا وخرجوا من الموضوع، هذا هو القول الكريم باش ما تحسوش راك قلتي لي خطاتي، حيت الاباك ولا امك ديما كيشوفوك صغير، مع امك الا قلتي لي هذا الشيء كي ما يرضاش كيشوفك انت ديما راك صغير زعما علاش تقول لي، فلكن قد قولي بموضوع بصيغه راقيه جدا، بصيغه انك تتكرم عليه، هذا ما اقول لهما قولا كريما، والقول الكريم الكريم واخراجه من الخطا دون ان يدري، اما القول اللين يقول الصديق وتصويب الخطا، الخوك لصاحبك قول لي هاجي هكاها، الوالدين لا كتحاول تخرجهم من الموضوع بلا ما يعيقوا يفهموا انك خرجتي من الموضوع، وقل لهم واخفض لهما جناح الذل من الرحمه من كيعياو، وقل ربي ارحمهما، وهذه مهمه بزاف، هذا عنق الزجاجه، ملي كي الوالدين كيطولوا المرض في شي مكان وكيبدا يدير كل شيء تحته، شحال من واحد كي ملي كيطول باه المرض ديالو كيقول يا ربي تقبل، كيدعي لي بالموت يبغي يتفك منه، هنا كيولي مسخوط واخا يكون مرضي، ومسكين الله يتقبلوا حيت راه طال مسكين بغينا غير يرتاح، كيدعي ليه سيدي ربي قال لنا بغى يفهمنا واحد المساله، يعني انت ملي كنتي صغير يلا مزيد وكنت سنتين وانت في حجره، كنت تبول في حجره ويتمنى حياتك، فلما اصبح يتبول في غير حجرك في فراشه تتمنى موته، الدري الصغير ملي كيكون عند باه هو صغير ورا كيقمش ويدير اي حاجه تحت منه وهو باه كيبوسه ويتمنى الحياه ديالو، ملي ولا البو شرف ولا مسكين كيدير كل شيء تحت منه بعيد في الفراش كيقول الله بغى يتفك من باه واخا يكون مرضي، سيدي ربي قال لك وقل ربي ارحمهما ملي كيطول المرض ديالهم كما ربياني صغيره، هذه هي المعادله على الاقل، حنا لا كنبداو ندعيو عليه بطريقه كلمته حق يراد بها باطل، والله يختار لي فيه الخير، وكيبقى الوالد كيقول لي ومسكين طال المرض ديالو الله يكتب حتى صحابك يدعيو معاك عليه باش يموت، ومضرع مسكين الله يختار مسكين تعذب بغينا غير يرتاح الله يريحو، ها وكل شيء ولا يدعي لي بالموت، ها العقوق ديال بصح يموت ويبدا يتخلص هذاك اللي كيدعي لباه، اذا هذه جهل كيقولها الانسان جهل دون ان يدري، هنا خصنا نتعبد الله نقربوا لسيدي ربي بالعلم ماشي بالجهل، اذا
طاعة الوالدين من أوجب الواجبات. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: الشرك بالله. قلت: ثم أي؟ قال: عقوق الوالدين. مباشرة وراء الشرك. ثم قال السحر، إذا بدأ قال عقوق الوالدين. ملي كيوصل العقوق هذا اللي ما مطفروش، اللي مشى تشفتيه كعرف القضية راها. وشي مرة شي واحد كان كيسول شي شي عالم كيجاوب الناس وكيسولوا الناس اللي داير شي ذنب، انا داير كيقول الله غفور رحيم وكذا، ويسول واحد زي قال: بغيت نسولك راه انا حتى انا فايت داير واحد الذنب، بغيت نشوف واش عندي شي حاجه ولا لا. قال لي: اش داير؟ قال لي: ودي واحد الذنب شويه، واحد السيد بدوي بدك. قال لي: اش دعا قول اش داير، حشم يقولها، تعا قول لي اش داير هاد الذنب. قال لي: فايت مهرس الوالد، فايت مهرسو من رجلو، ضربو بعصا الركبه. قال لي: حتى غادي يشعلوا بك جهنم، ماشي عاد غادي. هذا غير من باب المزح، ولكن عقوق الوالدين من أخطر الأمور. إذا كان العقوق الأب يعتبر معصية، وعقوق الأم شقاء أكثر منه، اللي عقب باه ومخاصم مع باه ومات لبو وهو معاه في هذا الشيء وقتل الأم، يقدر يمسح مع الوالدة يرضيها وكذا ويمشي داك الشيء الله تعالى يتجاوز عليه. ولكن إذا كانت أمو عاقها ومكرفص عليها حتى ماتت، هذا كيتسمى شقاء، وخا يبقى مع باه مشى داك الشيء هزو مشى ما عنده ما يقول. وهذاك في القران الكريم كياكد هذا الشيء. في زكريا قال في يحيى: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وملي جاء عيسى مع الام قال: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. اذا عدم طاعه الاب معصيه، لكن عدم طاعه الام شقاء. صعيب الا ماتت ومشى هو هذه داها معاه، هذا عاد غيبدا تخلص بالصح. اذا رضا الله في رضا الوالدين، وطاعه الوالدين في طاعه الله، يعني اطيعهما في طاعه، لان الطاعه ديال الوالدين راه هي طاعه الله، حيث انت كترضي الله. اذا ملي كيقول الله ما كاينش ما رضينا عليك، يقول الله يرضي عليك. اذا الرضا راه كيجي من عند الله، شريطه ان تكون الطاعه في مرضاه الله، ما تكونش في شي حاجه اخرى. هذا وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. بالنسبة للوساوس راه كيكون الضغط النفسي أكثر من كل شيء، حيت ما احنا دائما الناس مع الأسف اليوم لجهلهم ولبعض الناس لبعدهم عن فهمهم للدين، اش كيديروا؟ كيسحب وراء هذاك الشيء من المس ولا عنده كذا، هذا كيكون ضغط نفسي اكثر ما هو. ولذلك اش كيقول الشاعر؟ كيقول: اني بليت باربع ترمينني بالنبل قد نصبوا علي شراكا، ابليس ونفسي والدنيا والهوى لا استطيع لهن انفكاكا، يا ربي ساعدني بعفوك فاني اصبحت لا ارجو لهن سواك. اذا المشكل فين كاين؟ المشكل نفسي اكثر ما هو من المسح. بالعكس احنا كنعطيو القيمة للعالم الآخر كأنه راه هو اللي كاين موجود، مع العلم أن إلا فهمنا أن الله ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلة، راه حنا اللي كنزلوا ذاك المستوى باش كنخليو. وإلا وحتى ملي كنمشيو عند بعض الناس اللي كيشتغلوا في هذا الباب كنعطيهم العقول ديالنا يلعبوا بهم. فصاحب العقل دائما سيدي ربي كرم الإنسان بالعقل، وكرمه ان العقل كيملي عليه القناعه، حيت اشنو اللي كيخلينا نميلوا لبزاف د الحوايج؟ هو عدم القناعه. الا قنع الانسان بما قسم الله له يكون اغنى الناس. ومن ثم الامام الشافعي كيقول شي كلام زوين مزيان نعرفوه، يقول: دعي الايام تفعل ما تشاء وطيب نفسا اذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثه الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت ذنوبك في البرايا وصرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا ترجو السماحة من بخيل فليس في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء، إذا كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. إذا كانت عندنا القناعة عندنا كل شيء. لكن إنما ذلكم الشيطان وخوفوا أولياءه فلا تخافوهم. وقرأ الحسن البصري: إنما ذلكم الشيطان وخوفكم أولياءه.
كيخوفوكم أولياءه. حنا عندنا في هذه الوساوس عندنا خمسة الحوايج مزيان نعرفوها ملي كنسمعوا الشعوذة وهذه الأمور، فيها خمسة هذه قواعد تعرف، كاين الساحر والكاهن والعراف والدجال والمشعوذ، هذه مزيان نعرفوها. الكاهن اش كيدير والدجال اش كيدير والمشعوذ؟ دابا الساحر هو السحر، هو ما الذي يقلب الباطل حقا، كيقول لك بغيتي نجيب لك كذا نحضر لك كذا، هذا كيتسمى سحر، سحروا عيون الناس كما جاء في القرآن. والكاهن هو اللي كيستحضر الشياطين عبر البخور وعبر كذا، هذه أمور معروفة من زمان آلاف السنين. والعراف هو اللي كيقول اسمك واسم امك وكذا، وكيستحضر القارين بواسطة هذا الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كيقول من أتى عرافا سأله فصدقه كفر بمحمد وما جاء به، لأن علم الغيب يعلمه رب العالمين. الشيء الماضي هذيك راه كيعرفوها كاع الناس، واخا الا قال لك شي حاجه فاتت راه ما قالش شي حاجه جديده، لكن المستقبل هذا علمه عند ربي في كتاب ما يتدخلش فيه ابنه. وكاين المشعوذ والدجال هذو كيكذبوا، ما عندهم حتى علاقه بهذا الشيء كامل، كيخربوا. اذا الناس ملي كيكونوا مهمومين وكذا ما كيردوش الامور ديالهم لسيدي ربي، لان كيعتمدوا على بعض الامور اللي كبحال كيشد. مثلا الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. دوك اللي كيتاخذ شي حاجه ولا كيميل شي حد غادي يجيب ليه الرزق ولا غادي يدير له كذا ولا يتقطع، بحال العنكبوت. العنكبوت عرفتيها؟ العنكبوت شنو هي؟ انتو كتصحابوا العنكبوت هي هذيك، لا هذيك اسمها الخضرنق، هذيك اللي كتطلع في الحيوط. العنكبوت هي هذيك اللي عندها الكرش كبير وكتسكن غير في التراب في الارض، هذيك هي العنكبوت. اما الاخرى ما اسمهاش العنكبوت، اسمها الخضرنق. هذيك ملي كتكون داخله في البيت ديالها تقدر تسكن فيه مئات السنين تحت الارض، ملي بعض المرات كتزغب كتخرج وكتنسجل على البيت ديالها فوق التراب، كيديه البرد هذيك الساعه. قال لك مثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت الى بيت العنكبوت الى خرجت برا وبناته برا لو كانوا يعلمون. اما ملي كتكون داخل كتكون معتمده على سيدي ربي، ملي كتخرج برا كتعتمد على راسها كيمشي كل شيء. اذا والدك حنا كنقولوا من اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على سلطانه ذل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على جسمه كل، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على الله فلا قل ولا دل ولا مل ولا ضل ولا اختل، فتوكل على الحي الذي لا يموت. هذا عدم التوكل. الإنسان اللي كيتوكل على سيدي ربي وكيعمل السبب ثم التوكل معاه، هذا ما كيكونش مهموم على الدنيا، مهموم على شي حاجه. ولكن ملي كيعطي عقله لغيره وكيبداو يلعبوا به بعض الناس اللي مستغلين كيستغلوه في بعض الامور بحال هذه ديال الخرافات، كيبقى عبد ليهم، ما عمره كيكون دائما الحياه ديالو في حيره، وكيدخلوا له ذاك الفيس ديال راه عنده مس عنده كذا. وكاين الكثير من بعض المستغلين كيستغلوا هذا الظرف ديال الانسان ملي كيكون عنده شي مرض نفسي، يقدر يلجا للمختص للطبيب اللي قرا 30 40 عام يلجأ له وغادي يقدر يلقى الشفاء ديالو. يقدر يكون المرء طبيب نفسي هو يداوي نفسه. إلا سولت والدك حتى الطبيب النفسي ملي كيجي يسولو راه ما كيعالجوش من فراغ، كيسولو ويستشف العلاج من لسانه، كيقول ليه اش عندك، يبدا يعاود يقول هنا في مربط الفرس وقف، هاد البلاصه هي اللي فيها كذا، ومن هنا كيعرف. إذا كاين الأمور اللي قدر، أما هذيك الأمور الأخرى هي ما أنزل الله بها من سلطان. سيدي ربي أمرنا في القرآن الكريم بالتوكل، ليس التواكل، والاعتماد بعد الله تعالى على الخبرة وعلى الأعمال، عقلها ثم توكل. النبي صلى الله عليه وسلم ملي جاء عنده شي واحد ودخل وخلى الناقة برا قال له هل عقلت ناقتا؟ قال لي لا راه توكلت على الله. قال لي لا عقلها ثم توكل، سير ربطها تجي جلس معايا. إذا وإلا ما خلاك اسم تواكل. إذا التوكل على الله لا بد من شرطين، أنه كيدير السبب ويتوكل على سيدي ربي. نتكلم في هذا المقام المبارك عن الجنة التي أعدها الله للمتقين. والجنة مشتقة من الخفاء، جاءت من شيء مخفي، ولذلك يقال للجنين جنين ويقال للجن جن لأنه لا نراهم نحن. وحتى الملائكة في القرآن جاء اسمهم بالجن، ولقد علمت الجنة إنهم لا محضرون، يعني يقصد الملائكة. كل شيء، والليل حينما يخفي علينا الكثير
يقول لما جن عليه الليل يعني أخفى ما تراه العين، فقيل للجنة جنة لأنها مخفية، لا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم أن الجنة بالفكر، إذا أراد الإنسان أن يصل إلى شيء وهو في الجنة مجرد أن يفكر فيه يكون أمامه، وهي تنقسم إلى قسمين، هناك جنة الرحمة وجنة الوراثة. جنة الرحمة يدخلها الناس كلهم خاطبة، حتى الأنبياء إلا إذا تغمدهم الله برحمته. أما جنة الوراثة يدخلها الناس، يدخلها المخلوق بعمله. إذا جنة الرحمة يدخلها الناس، فإذا حتى إذا ما دخلوا الجنة تنادي الملائكة عليهم لأن يدخلوا جنة الوراثة، وفيها يقول الله تعالى وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. إذا جنة الوراثة هذه كل شيء فيها لا يتصوره الخيال، اللباس فيها محيطة وليست مخيطة، الأنهار تجري، أنهار الجنة بخلاف أنهار الدنيا، أنهار الدنيا لها خدود، أما أنهار الجنة مرتفعة على الأرض كأن يحصرها كأن فيها زجاج من جناب، يعني النهر ماشي. وكلما فكرت في شيء يكون أمامك، وجاء من جن من الخفاء. إذا تذكر الإنسان في الجنة، في أهل الجنة، أنه يريد أن يرى شيء من أمور الدنيا، يأتيه الملك قل ماذا تريد أن ترى من أهل في الدنيا؟ قل يريد أن أرى مثلا غزوة بدر في الدنيا، فيأتيه بها فيراها ويرى كل شيء فيها بشحمهم ودمهم. هذه تلكم الجنة. ومن ثم لما؟ لأن الله تعالى في هذه الدنيا الملائكة تحضر في مجالس العلم والخير فتصور، لكن تأخذ نسخ أصلية وتضعها في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، حتى إذا كان الإنسان في الجنة ويدخله الله الجنة فيقول يا رب بما أدخلتني هذا النعيم، فيقول قد فعلت كذا وكذا، فينسى الإنسان إذا دخل الجنة نسي كل شيء، فيأتيه الله بشخص هو نفسه نسخة ثانية منه أصلية، يقول انظر إلى نفسك وأنت تقوم بهذا العمل الذي بسببه دخلت هذا المكان، رحمتك وأدخلت هذا المكان. يقول يا رب كيف؟ فيقول الله له أنا واحد في مني واحد خر كاين نسخة ثانية. فيقول الله له هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إذن هناك استنساخ وليس نسخ، الاستنساخ هو الأصل عنده، أنت غير صورة النسخة مصورة والأصل، أما النسخ هو الصورة هنا. إذن هذا كتاب، ويقول الله للمجرمين مثل ذلك حينما ينكرون المكتوب يقول يا رب، فيقول قد فعلتم وفعلتم، فيقول وكيف ما، فينكرون المكتوب وينكرون المقروء، فيقول الله لهم انظروا إلى وأنتم تقومون بهذا العمل، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. استنساخ. إذن الجنة فيها جنة الوراثة وهي درجات، وهذه الدرجات من جنة الوراثة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بمعنى أن الجنة فيها أكل، جنة الوراثة فيها الصحون، الله ذكر الصحون ولكن ما ذكرش الماكلة اللي فيها، لأن لو علمها الناس لماتوا. قال يطاف عليهم بصحاف من ذهب، أش فيها؟ لا تعلم نفس منها. بينما جنة الرحمة العادية ذكر فيها الوراثة، ذكر فيها الماكلة، وفيها كيت ما يتخيرون ولحم طيب ما يشتهون، وتذكرات هذه، لأن هذه جنة درجة. أما الدرجة الأولى ما تذكرش الماكلة، وأنت ملي كتكون في الطائرة، ملي كتكون في درجة أولى وكيبغي يعطيو الأكل للناس كيسدوا الستار كيضرقوا، لأن اللي لداخل غادي ياخذوا بس اللي اللور كياخذوا الطواس ديال البلاستيك وكذا، عادي في السياحي، لكن في الدرجة الأولى عندهم حاجة أخرى، لأن زيد الماء زيد الدقيق، ملي كتزيد هذا راه كتقلت مزيان، كتزيد شي حاجة راه تركب مزيان وتلبس مزيان كل ما زدتي. ولذلك في الدنيا في الجنة خصك تعمل هنا، إلا طلقتي مزيان غتلقى الدرجة أكثر. إذا ربنا قال وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. إذا هذه كتسمى جنة الوراثة، لأن الإنسان كيزيد أكثر من ذاك الشيء اللي فرض عليه الله تبارك وتعالى من الصدقة من الخير من كذا، فبذلك يستحق الجنة بأمر الله تعالى. الناس يسمعون عن الحور العين، والعلماء قالوا فيها
الكثير الحور العين. الحور العين هم مخلوقات خلقهم الله تبارك وتعالى وأعدهم لأهل الجنة من النساء، ولذلك لماذا سمي بالحور العين؟ لأن العين تحار فيهم في تلك الخلقة التي خلقها الله. فمن من قال حور العين أنهم في أعينهم حوار، ولكن خلاصة القول أن العين تحار فيما أعده الله للمتقين من الحور العين، لكنهم ليسوا من دم ولحم كما هذا المعروف. خصنا نعرف واحد المسألة، أن في الجنة تركيبة المخلوق راه ماشي هي هذه، يعني كلما أكل الإنسان شيء يخرج مسك ويخرج كذا، لأن الجنة لا فيها تبول ولا فيها خروج ولا فيها كذا. والله قال لآدم هذا الشيء: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. نبينوا هذه رشوية مسدودة على عباد الله ما كيعرفوهاش بزاف. أن لك في الجنة ألا تجوع فيها ولا تعرى، لأن العشق تجوع، لأن الإنسان إذا شبع، إذا كان جيعان وشبع يحتاج إلى تبرز، أن يخرج إلى الخلاء يتعرى، أي لا تأكل لتعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، وأنك لا تعطش في الجنة حتى إذا شربت تحتاج إلى أن تضحى، إلى أن تتبول. هذا هو المعنى، بما الجنة ما فيها خروج إلى الخلاء، إنما الجنة كل ما في الإنسان يأكل ويشرب بشهية 100 رجل، والحور العين بشهوة 100 رجل. هذا ما أعده الله للمتقين في الجنة من الحور العين. تحار العين فيهم، يعني كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن إحداهن نظرت إلى الدنيا لغطت عين الشمس. وهذا صنع الله الذي أتقن كل شيء. إذن نحن الجنة الذي علينا أن نبحث فيه هو أن نعمل العمل الصالح. لما؟ لأن ما في الجنة تحار العين، كلما لدرجة أن الإنسان لو جاءت إحدى الحور العين وقدمت له كأس ينظر إلى الكأس 70 سنة وكأنه نظر إلى كيس حب رسول الله شافه، كتقول لي غير اشرب من الكأس، كيقول لي أنا يلا أخت نشوفه، قد أنت 70 عام، و70 ماشي هي 70، هي سبع العدد، لا 70 هو أكثر، لأن العدد مبالغ في المقت 7 أو 70 أو 700 هو عدد مبالغ فيه، أكثر من ذلك عدد لا حصر له، إن تستغفرهم 70 مرة لن يغفر الله لهم، معناه العدد الكثير ماشي. فلذلك حينما نقول الحور العين، وجاء في الأثر أن أسفلهن من ياقوت وأوسطهن من زجاج وأعلاهن من زبرجد، ويعني مخلوقات خلقها الله وأعدها، ليسوا من البشر وليسوا من الملائكة، ولكن ومهما وصف الإنسان فيهن لا يستطيع أن يصل إلى شيء أبدا، لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا إذا كنت تكلموا على الجنة، ما كنت تكلموا على درجة أولى في الجنة أكثر من ما تتصور، شيء حاجة كبيرة بزاف. هؤلاء هم الحور العين، في بياضهم يميل إلى لون شيء من الصفار، هذا اللون، لكن خلاصة القول أن العين تحار فيهن في الحور العين، ولا أحد يستطيع أن يدرك شيء أكثر من هذا، لأن الله تعالى أخفى نعمه في الجنة وقال: لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا كله ويزداد جمالها على حسب العمل، يعني نعيم الجنة حينما يكون الناس في الجنة كل يشرب ويتمتع في الجنة بقدر ما كان يقدم في الدنيا وإن كانوا على سرر متقابلين. رب العالمين أخبر أن أهل الجنة يكونوا على سرر متقابلين، كل ينظر إلى الآخر، وهذا وأنت تعلم أن صاحبك أعلى منك درجة، لكن لا تستطيع أن تصل إليه، لأن الله نزع الحقد من والحسد من صدورنا، ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب، يطيلون الجلوس 100 عام وهم على طاولة يأكلون، لا يمسهم فيها نصب من كثرة الجلوس، وما هم منها بمخرجين. الإنسان ملي كتعجبو شي بلاصة كيبغي يجلس بزاف، ولكن كاين كيتسنى الوقت اللي غيخرج، ما كيبغيش يتفكر امتى غادي يسالي هذاك الجمع. ملي كيعجبك شي مجلس كتقلق على امتى النهاية ديالو، كتبغي يبقى يدوم. سيدي ربي أخبر عن هذا، قال على أهل الجنة ملي كيعجبهم المقام، قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان على صدور متقابلين. مزيان ما كيحسدوش بعضياتهم، لأن كل
لا يمسهم فيها نصب بطيلة الجلوس وما هم منها بمخرجين، لأن ما كيكرهها باش الوقت اللي غادي يسالي. إذن لا يمسهم في إخوان على صمت، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. إذن مغفرة الله كبيرة بزاف. وثم أنهم إلى جلسوا جلسة، الجلسة الثانية كتكون أحسن من الأولى، وهكذا دواليك. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أهلا بكم مشاهدين الكرام، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. سوف نتحدث في هذه الحلقة أحبابي المشاهدين الكرام حول موضوع نعيم القبر، الذي يعتبر مرحلة من مراحل المؤمن الفائز عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعمنا في قبورنا ويجعلها روضة من رياض الجنة وليس حفرة من حفر النار. في هذه الحلقة أحبابي المشاهدين الكرام، وكما وعدتكم، سوف تكون حول نعيم القبر. ومما هو معلوم أن كلمة القبر تخيف الكثير من الناس، الموت والقبر والحساب والعقاب، مع العلم أنه الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم حينما وقف عند قبر أحد الصحابة أثناء دفنه قال للصحابة رضوان الله عليهم: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا. والصحابي الجليل الذي أتى حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأله: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها. وأول نعيم يمكن أن يبشر المؤمن بعد موته هو الثبات والنجاح في الجواب على سؤال الملكين. يقول تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لنتبين هذا الموضوع المبهم عند الكثير من الناس، وهناك من يغالط ويقول أنه ليس هناك من حساب في القبر، نستضيف لكم فضيلة العالم الجليل الدكتور عبد الواحد وجيه، رئيس مؤسسة التوجيه للبحث والمعرفة. أهلا بكم أستاذي الكريم. أهلا وسهلا. الموضوع عن والحديث عن القبر، وكيف يكون هذا الإنسان المؤمن الناجح الفائز الذي فلح في عمله يعني في قبره، كيف تكون ضمة هذه القبر؟ هل هي ضمة يعني يشدد على عظامه، أم أنها ضمة الأم الحنون؟ الأرض هي أمنا، يعني تضم، كأن الأم تضم ولدها. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أولا، مسألة القبر وما يشاع الآن في الإعلام، لبعض الناس ينفون القبر وينفون أن هناك شيء سيكون في القبر، لأن المتكلمين في هذا المجال يقدمون هذه المسألة على إناء من حديد ويقدمون لهم العذاب. بالطبع أنهم حينما ينكرون، بعض الناس ينكرون عذاب الله، يقولون ما في، ليس في القبر عذاب، كل العالم سيكون معهم، لأن لا أحد يريد العذاب. لكن لماذا لا نقدم ما قدمه المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قدم القبر بالنعيم ولم يقدمه بالعذاب، يعني الترغيب. قال: القبر روض من رياض الجنة، ولم يقل عذاب، قال روض من رياض الجنة. ولذلك فإن المغاربة قاطبة يتفاءلون، يسمون المقبرة روضة، بينما كثير من الأمم تسميها مقابر روضة. لكن المغاربة خاصة، لأن المغرب هو أرض الصالحين وأرض، فلا يسمون المقبرة، يقولون الروضة، حتى العوام سنذهب إلى الروضة، لأن مأخوذة من لفظة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه يقدم الخير قبل أن يقدم الشر، فقال: القبر روض من رياض الجنة. فإذا فلماذا لا نقول نعيم القبر؟ فوالقبر هو أول منازل الآخرة، به ينعم الإنسان، ورب العالمين أكد عليه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن ثم يقول الشاعر: يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. الله، عجبت لذي لاعب قد لها، عجبت وما لي لا أعجب، أيل هو يلعب من نفسه تموت ومنزله يخرب، أرى الليل والنهار يطلبنا ولم أدري أيهما يطلب. فإن القبر
وسيكون روض بالطبع من رياض الجنة وأول منازل الآخرة للمؤمن. ونحن دائما نسعى للتفاؤل وليس للتشاؤم. لا نأتي فنقدم. لماذا الناس يكرهون القبور والموت؟ لأن الناس ولأن المتكلمين يقدمون للناس أسوأ ما عندهم، أن عذاب القبر والقبر في تعابين والقبر. هذا الكلام ما ينبغي أن يقدم للعامة. إذا أردت أن ترى الرسول يقول بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. فلماذا لا نقدم والقبر هو أول قدوم على الله؟ إذا الإنسان ربنا يقول ثم ردوا إلى الله، حينما يعود العبد إلى خالقه فلا بد أن يعود إلى الرحيم. فحينما يكون من أول أوائل دخوله إلى العالم الآخرة يدخل في العذاب والتعابين، فيقول هذا الرب الذي كنا نسمع عنه الرحيم، كيف نقدم للأمم التي تريد أن تدخل لهذا الدين بأن القبر فيه وفيه؟ فلماذا لا نقول من أول منازل الآخرة روض من رياض الجنة، فيه النعيم وفيه يأتيه من طيبها ونعيمها وما أعد الله لأهلها فيها. إذن هو اسمه نعيم القبر. ومن ثم رب العالمين قال القبور إذا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ويكلمون من الموتى. لأن ألهاكم التكاثر حتى دفنتم، لم يقل زرتم القبور. لأن إذا قلنا في اللسان العربي فلان زار المقبرة يعني مات، أما إذا زار القبور بمعنى أن راح يزور القبور ويجي، راح زيارة مع جنازة. ولذلك تقول كما جاء في الحديث كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. لكن لو قال زار المقابر يعني مات، فهو يخاطب من مات وانتهى. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى انتهيتم ومتتم، متتم دخلتم. وإذا قلت لإنسان أنا زرت المقبرة يقول أنت متي، كيف تكلمت وأنت أما زرت القبور؟ إذن فربنا قال ألهاكم التكاثر يخاطب حتى زرتم المقابر. هناك من يفهمها فهما آخر، ولذا كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون علم اليقين. لأن العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هناك علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فعلم اليقين أننا نؤمن بالآخرة بالجنة والنار علم يقين. إذا مات الإنسان ودخل قبره سيرى ذلك عين اليقين في القبر، يرى تعرض عليه الجنة والنار في قبره، عين اليقين. حينما يكون في يوم القيامة يصبح له حق اليقين. فلذلك قال لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين، يخاطب في العالم البرزخ. حينما يكون الإنسان يوم القيامة يقول الملك للصالحين إن هذا له حق اليقين في الجنة، فسبح باسم ربك العظيم. لماذا هؤلاء ينكرون القبر؟ لأنهم يرون بالعقل المحدود، لا يدركون بالروح الممدودة. العقول المحدودة والأرواح ممدودة لا نهاية لها. فحينما الإنسان يرى بنور قلبه فلا ينكر أن القبر، يعلم أن للقبر عذاب ونعيم، فالقبر له نعيم. ومن ثم هم يحسبون أن الأجساد فالإنسان حينما يكون في نومه ألا يتأثر بكابوس كوابيس؟ طبعا. يكون نائما وهو في نوم ولكنه يتعذب. واحد نايم عنده هذا يرى رؤيا فيها خير يتنعم، وهذا يرى كوابيس شر. فتجد هذا يقوم مفزوعا وهذا يقوم مرتاح. إذن هذا عالم الأرواح وتجاوب الأرواح. عندما نكون نائمين شبه ميتين ولذلك في العالم البرزخي رب العالمين قال على آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن يتكلم عن أهل آل فرعون. إذن كانوا يعذبون عذابا دون عذاب الآخرة. فلماذا قال أشد العذاب؟ لأن لو قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون العذاب، إذن لم يكن هناك عذاب في القبر. وإنما قال والنار يعرضون عليها غدوة وعشية، إذن هناك عذاب أدنى. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فلماذا جاء بشدة العذاب هنا؟ إلا أنه كان هناك عذابا دون هذا. فإذا هناك عذاب. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له عبد الله بن عمر
أني مررت ببدر فوجدت فرأيت رجل يخرج من قبره فيضربه رجل بمقمعة حتى يغيب في الأرض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك أبو جهل ابن هشام يعذب إلى يوم القيامة. الله. واليهودية التي جاءت إلى السيدة عائشة وأسدت لها معروف قالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر، فلما ذكرت ذاك إلى رسول الله قال: نعم، أقرها على ما قالت، لأن هؤلاء أهل الكتاب. لكن نحن علينا أن نقدم للناس نعيم القبر، لأن الإنسان حينما يخاطب ويخاطب أمة الإسلام، أمة لا إله إلا الله، فقدم لأمة لا إله إلا الله ماذا؟ قدم لهم نعيم القبر، أن القبر فيه النعيم وعالم البرزخ فيه النعيم للمؤمنين. لو سمحتم، لا أريد أن تفوتني الفرصة والوقت يأخذنا في هذه الحلقة بذات الدقائق القليلة، يعني هذا الإنسان اللي هو في نعيم القبر، هل يستشعر يعني أهله عندما يأتون لزيارته أو يدعون له أو يقرؤون القرآن أو يتصدقون ثوابا من أجله؟ بل نزلت في عبد الله بن الجموح الصحابي الجليل الذي قتل استشهد، فلما قال الله له: ماذا تريد؟ قال: أن ترجعني إلى الدنيا. فكتبنا عليهم أنه إليه لا يرجعون، لكن قال: إذن أبلغ نبيك عني أني في نعيم. فنزلت الآية: يستبشرون بنعمة رحمة من الله وفضل، وأن الله يعني يستبشرون، فأخبره ما في النعيم الذي هم فيه. إذن وكذلك لما استشهد عبد الله بن رواحة واستشهد جعفر في الغزو في مؤتة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد استشهد جعفر وهو الآن على رأه في مكان في حواصل طير في الجنة. إذن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذن النعيم غير أنه هذا النعيم الذي يكون في القبر في البرزخ ليس له مثل معقول ولا دلت عليه العقول، فهو بصفة يعلمها الله، فعقول البشر لا تستطيع أن تحيط بهذا. شتان بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة، فهو نعيم هذا اسمه علم الغيب الذي أمرنا الله أن نؤمن به وأن لا ندخل في التفاصيل. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذا أردنا أن نحيط بكل شيء بعلمنا وحساباتنا سنخطئ الطريق فعلا. فصاحب العلم عليه أن يسأل الله تعالى أن يعلمه ما جهل فعلا. وأن لا ينبغي له أن يحيط بكل شيء إذا كان متخصصا في علم معين، فقد يأتيه الشيطان ويوهمه أنه قد عرف كل شيء فيخطئ من حيث لا يدري. فإن عالم البرزخ عالم كبير، ومن ثم ربنا يقول: عالم الغيب والشهادة. فعالم الغيب، فكيف لماذا لا ندرس كيف في أي مكان كان هذا الميت الحي؟ ألم يكن في صلب أبيه؟ نعم. لم يكن شيئا مذكورا فعلا. ثم خرج إلى الدنيا فكان حيا، خرج من عالم الغيب. سبحان من يحيي العظام وهي رميم، قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وبكل خلق. إذن عالم الغيب والشهادة، كنا في عالم الأصلاب ثم خرجنا إلى عالم المشاهدة، ثم ندخل عالم القبور وهو عالم غيب يغيب عن الأذهان والعقول. فصاحب العقل يقول: آمنا به كل من عند ربنا. فعلا أستاذ الكريم، حلقة متميزة في هذا الموضوع حول نعيم القبر، وأن الله سبحانه وتعالى يحاسب هذا الإنسان في قبره قبل أن ينتقل إلى عالم وعوالم أخرى، يعني غدا يوم القيامة. ونتمنى إن شاء الله بحسن الظن بالله تبارك وتعالى، ونستشعر كذلك سلامة قلوبنا، وأننا نحب جبر خواطر أنفسنا وخواطر غيرنا من الناس. إذن أحبابي المشاهدين الكرام، بعد أن نعيد شكر الأستاذ دكتور عبد الواحد وجيه، نشكركم على حسن إصغائكم، نتمنى نلقاكم في حلقة قادمة بحول الله. دمتم في وديعة الله، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. إلى لقاء قريب بحول الله. نستضيف أستاذنا الكريم سيدي الدكتور عبد الواحد وجيه، وهو رئيس مؤسسة التوجيه والبحث العلمي والمعرفة. أهلا بكم أستاذي الكريم. أهلا وسهلا. إذن مفهوم الخير والشر أولا، كيف نعرف الخير والشر قبل أن ننطلق في الحديث عن ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. بالنسبة للخير والشر، فقد أمر الله به في القرآن الكريم ونهى عنه في كثير من الآيات: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والمصطفى صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة المنورة كان يأمر به: أيها الناس أطعموا الطعام،
وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. إذن فأيها الناس أطعموا الطعام، أي خير أكثر من هذا؟ وأفشوا السلام، إفشاء السلام المفهوم لدى العامة ضيق على أنه أن تسلم على الناس. إفشاء السلام هو أن تنشر السلام في الناس، أن وجودك يكون يعني أن هناك سلم وسلام، لأنك اسمك اسمك المسلم. فإذا وصلوا الأرحام، أليس هذا خير؟ إذا هذا خير. ثم قال وصلوا في الليل والناس نيام، بالليل والناس نيام. إذا فالخير ينقسم إلى قسمين، خير لازم وخير متعدي. فأمر الإسلام بالخير المتعدي قبل الخير اللازم. فالخير المتعدي أن نحسن للغير، نحسن للغير. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من المسلم قال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، فأنت قد أفشيت السلام. ما خير الناس؟ قال أنفعهم للناس. إذن الخير المتعدي أعلى درجة من الخير. أما الخير اللازم هو، وبالطبع أن الإنسان قد يبدأ بنفسه قبل غيره. فرب العالمين حينما أعد نبيه لهذه الدعوة والرسالة فأمره أن يبدأ بنفسه، قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص من، ثم قال له وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم بعد ذلك فاصدع بما تؤمر. إذن هذا بعد خير. إذن فالخير له أقسام كثيرة، والشر واضح، بل الخير والشر تعرف حتى فطره الله حتى في الكائنات في الحيوانات. القط الآن إذا أعطيته طعام بيدك بمحض إرادتك يأكله أمامك، وإذا خطف منك شيء يأكله بعيد، يعرف أنه شر. إذن لا أحد على وجه البسيطة لا يميز بين الخير والشر أبدا، مستحيل. إذن هذا فطرة في طبيعة البشرية وفي طبيعة الحيوان، في طبيعة الحيوان، في جميع الكائنات. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسله الله إلا لهذا، ومن ثم كان يأمر بالخير وكان يسمى بالصادق الأمين. هذا قبل الرسالة عرف بالصادق الأمين، وقد قال الله عنه يقول قل لقومك ولقد لبثت فيكم عمرا من قبله ألم تجربونني. إذن معرفة الخير والشر لا أحد على وجه البسيطة يخطئها، كل الخلائق تعرفها، لكن الناس تغطي. فالذي يغطي على الشر على الخير هذا يعتبر ظالم، يبحث عن الخير فيغطي حتى لا يظهر للناس، فهذا اسمه ظالم. لأن الظلم، ماذا سمي الظلم ظلما؟ لأنه جاي مشتق من الظلمة، من الظلام، لأن الظلام يغطي عن المكان النور، ولكن لا يستطيع أن يفعل، سرعان ما ينبثق النور ويظهر، بل نقذف بالحق على الباطل فإما. ومن ثم رب العالمين لما علم سبحانه وتعالى أن الإنسان بفطرته إذا لم يكن يخاف ربه فإنه يظهر دائما الشر ويخفي الخير، قال رب العالمين إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. بمعنى أن الإنسان، ما هو الكند؟ الكند هو الذي يخفي ما أنعم الله عليه من النعم ويظهر للخليقة الشر، ويظهر لهم العوز، ويظهر لهم الحاجة والفقر. فرب العالمين قال إن الإنسان لربه لكنود، يعني لا يشكر ربه، إنما ينسى نفسه حتى أنه يظهر للخليقة لعباد الله العوز، وتدخل في هذه حتى الذين يسألون الناس في الطرقات المبتور اليد، اللي عنده يد مبتورة يظهر يده للناس أمام الإشارات الضوئية على أنه هذا ماذا يفعل، وهناك من هذا يشكو، هذا يشكو الله لعباده، وهناك من يمثل أن يده مبتورة حتى وإن مبتورة. كان فإنه يشكو الله للخلق، يعني الله كتب عليه أنه متى عمى أو أنه يده مبتورة، غير المتصنع بغض النظر عن المتصنع. وإن كان حقيقيا فإن أظهرها فإنما يشكو ما كتب الله عليه لعباده، وبحد ذاتها من الأخطار الكبيرة. هل مقابل هذه الآية، الآية وأما بنعمة ربك فحدث، هذه لها معنى يختلف. شو معناها؟ معنى رب العالمين حينما قال أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث، لهذا الله يمن على نبيه بما تقدم،
لأن ثلاث بثلاث. قال ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى. فقال له فأما اليتيم فلا تقهر لأنك كنت يتيما فآواك. سبحان الله. وأما السائل في الدين وليس في المال اللي يسألك فتاوى في الدين فلا تنهر لأنك كنت ضالا فهداك. وأما بنعمة ربك من المال ففرق فحدث يعني فرق لأنك كنت عائلا فأغناك. فثلاث بثلاث فإن زدت نزد لك. هناك من كان يعتقد أنه يتحدث عن نعم التي أعطاه الله. ابتعادنا عن اللسان العربي خلانا كنحرف كل شيء. فرب لما بنعمة ربك فحدث حدث هنا حديث الفعل وليس حديث القول. تقول فلان يحدث من يفرق. جميل. فلان يفرق المال. أما بنعمة ربك من المال فحدث. إذن فأما اليتيم فلا تقهر كما أنك كنت يتيما فآواك. وأما السائل في الدين عنده فتوى فلا تنهر السائل الذي يطلب المال لا علاقة للآية بهذا الموضوع. وأما السائل فلا تنهر إذا جاء إنسان يسألك في أمور دينه فلا تنهره اعطيه وقت واستمع إليه. لأنك كنت ضالا فهداك. قريبة معها ربما هذه الآية جاءت من بعد الآية التي تحدث فيها الحق سبحانه وتعالى عن الإنسان الذي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه سؤال في الدين وتولى عنه عبس وتولى عن جاهله. هذه لها أمر آخر لكن هذه عامة. هذاك نزلت في الأعمى ولكن هذه عامة ما يدخل فيها حتى هذاك الموضوع. أما بنعمة ربك فحدث ما السائل فلا تنهر لأنك كنت ضالا فهداك. نعم. لأن ركب معها. نعم. وأما بنعمة ربك من المال والنعم التي أنعم عليك ففرق على الفقير القريب والبعيد فحدث يعني وزع لأنك كنت عائلا فقيرا فأغناك. جميل. فأعرف نعمة الله عليك. فلما ضاق على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أنه أثقل عليه بهذه الأوامر في الفترة المكية فأنزل الله عليه السورة التي بعدها تنفس. قال ألم نشرح لك صدرك. نعم. أنت مؤهل بأن تفعل هذه الأشياء باستطاعتك أن تفعل ذلك لأن اتصال الصور بالصور هي يفسر بعضها بعض. هذا علم التناسب في القرآن. حينما قال الله لنبيه إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. من هو هذا الملك المقتدر؟ قال الرحمن علم القرآن. نهاية القمر تفسر بداية الرحمن. جميل. فهذه صفة ملكي. فما صفة قدرته؟ السماء رفعها ووضع الميزان. إذن هذا تناسب الصور في القرآن بدون البسملة. لذلك نحن نحذف البسملة بين الصور لأن الصورة آخر الصورة بيانها في أول الصورة التي تليها. نعم. أستاذي الكريم عندما نتحدث عن كنه الخير والشر في علم الغيب مثلا مثل عندما في سورة الكهف يعني لقنا يعني الرجل الصالح سيدنا موسى عليه السلام أمور لم يكن يعرفها. إنك لن تستطيع معي صبرا. معنى أننا نعتقد في شيء إن خير وهو في حد ذاته الشر والعكس صحيح. كيف نؤكد هذا المعنى؟ إذا أردنا أن ننظر إلى هذا الشيء بعمق كل ما خلق الله في الأرض هو خير ليس هناك شر. سبحان الله. وإن بدلنا أنه شر. ولذلك قال تعالى في القرآن الكريم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير يعني أتكره من أذكره لأن أكره لأن نراه أنه شر لكن في باطنه خير. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. حينما نكره الأشياء نكرهها بفطرتنا لكن فيها خير. وحينما نحب أشياء نحبها بالنفس لأن النفس أمارة بالسوء وتحمل في طيها شر. ولذلك النفس تأمرك بهذا. فمن ثم موسى عليه السلام مع الخضر فقال إنك لن تستطيع معي صبرا. فخرق السفينة هو خير لموسى وتعليم. قال خرقتها لتغرق أهلها. وقتل الغلام هو خير في حد ذاته لكن فيما في ظاهره شر يراه موسى لأن الخضر عليه السلام علمه الله علم لدني. فعلم الخضر علم معلوم القدر وعلم موسى علم مفهوم البشر. وعلمناه من لدنا علما. هذا علم معلوم القدر وعلم موسى علم مفهوم البشر يتعلم. فلذلك هذا علم اللذني. علم اللذني هو أن يفرغ الله عليه علما يلهمه في نفس اللحظة. تقولين أنت جاتني فكرة الآن. هذا يسمى إلهام وحي إلهام. إذن ولم يعلم الخضر عليه السلام أن السفينة وراءها ملك. ولما قتل الغلام يعلم لا يعلم أن أبواه مؤمنين
ولم يعلم لما بنى الجدار أن تحته كنز، لما انتهى جاءه العلم كله في آخر الجدار. سبحان الله. فقال لما قال له هذا فرق بيني وبينك نزل عليه كل العلوم من السفينة إلى هنا، فقال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، ولم يقل تستطع لأن المسألة ألغاز فعلا. تستطع في الأبدان وتستطع للأذهان. لا إله. فقال ذلك تأويل ما لم تستطع، العرب تستعمل تستطع للألغاز للفكرة الفكر وتستطع. فلذلك قال في نهاية هذه الآية فما استطاعوا أي أن يظهروه، لأن يحتاج صعود الجدار يحتاج إلى فكر. وما استطاعوا له نقبة يحتاج إلى قوة. إذن استطاع يستطيع واستطاع يستطيع. ما واجه القرآن هنا؟ هل قراءته حفظه؟ لا لا، قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا هجران العمل به. هذا رقم واحد، الدرجة الأولى، وهجران القراءة الدرجة الأخيرة فعلا. لكن هجران العمل به قد يقرأه الناس اليوم فكأن المصطفى صلى الله عليه وسلم يتكلم عن هذا الزمان. نعم. كأن المصطفى يقول إن أمتي في القرن 21 اتخذوا هذا القرآن مهجورا من حيث هجرة العمل به. أما القراءة فنحن اليوم أكثر قراءة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حفاظ القرآن كثير لكن العمل به قليل مع الأسف الشديد، وخصوصا أن يتبينوا اللسان العربي المبين وفهم القرآن باللسان العربي. إذا ما فهم باللسان العربي لا، فبينهم وبين الفهم من البعد كما بين السماء والأرض. إذا نشكرك فضيلة الأستاذ الكريم سيدي عبد الواحد وجهي دائما. أهلا بكم مشاهدين الكرام، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. سوف نتحدث في هذه الحلقة أحبابي المشاهدين الكرام حول موضوع نعيم القبر، الذي يعتبر مرحلة من مراحل المؤمن الفائز عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعمنا في قبورنا ويجعلها روضة من رياض الجنة وليس حفرة من حفر النار. في هذه الحلقة أحبابي المشاهدين الكرام وكما وعدتكم سوف تكون حول نعيم القبر، ومما هو معلوم أن كلمة القبر تخيف الكثير من الناس، الموت والقبر والحساب والعقاب، مع العلم أنه الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم حينما وقف عند قبر أحد الصحابة أثناء دفنه قال للصحابة رضوان الله عليهم أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا. والصحابي الجليل الذي أتى حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأله متى الساعة يا رسول الله؟ قال ما أعددت لها. وأول نعيم يمكن أن يبشر المؤمن بعد موته هو الثبات والنجاح في الجواب على سؤال الملكين. يقول تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لنتبين هذا الموضوع المبهم عند الكثير من الناس، وهناك من يغالط ويقول أنه ليس هناك من حساب في القبر، نستضيف لكم فضيلة العالم الجليل الدكتور عبد الواحد وجيه رئيس مؤسسة التوجيه للبحث والمعرفة. أهلا بكم أستاذي الكريم. أهلا وسهلا. الموضوع عن والحديث عن القبر وكيف يكون هذا الإنسان المؤمن الناجح الفائز الذي فلح في عمله يعني في قبره، كيف تكون ضمة هذه القبر؟ هل هي ضمة يعني يشدد على عظامه، أم أنها ضمة الأم الحنون؟ الأرض هي أمنا يعني تضم، كأن الأم تضم ولدها. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أولا مسألة القبر وما يشاع الآن في الإعلام، لبعض الناس ينفون القبر وينفون أن هناك شيء سيكون في القبر، لأن المتكلمين في هذا المجال يقدمون هذه المسألة على إناء من حديد ويقدمون لهم العذاب. بالطبع أنهم حينما ينكرون، بعض الناس ينكرون عذاب الله يقولون ما في، ليس في القبر عذاب، كل العالم سيكون معهم لأن لا أحد يريد العذاب. لكن لماذا لا نقدم ما قدمه المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قدم القبر بالنعيم ولم يقدمه بالعذاب، يعني الترغيب. قال القبر روض من رياض الجنة، ولم يقل عذاب، قال روض من رياض الجنة. نعم. ولذلك فإن المغاربة قاطبة
يتفاءلون يسمون المقبرة روضة، بينما كثير من الأمم تسميها مقابر روضة. لكن المغاربة خاصة، لأن المغرب هو أرض الصالحين وأرض، فلا يسمون المقبرة، يقولون الروضة، حتى العوام سنذهب إلى الروضة لأنها مأخوذة من لفظة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه يقدم الخير قبل أن يقدم الشر، فقال القبر روض من رياض الجنة. فإذا فلماذا لا نقول نعيم القبر؟ فوالقبر هو أول منازل الآخرة، به ينعم الإنسان، ورب العالمين أكد عليه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن ثم يقول الشاعر: يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. الله، عجبت لذي لاعب قد لها، عجبت وما لي لا أعجب، أيل هو يلعب من نفسه تموت ومنزله يخرب، أرى الليل والنهار يطلبنا ولم أدري أيهما يطلب. فإن القبر وسيكون روض بالطبع من رياض الجنة، وأول منازل الآخرة للمؤمن. ونحن دائما نسعى للتفاؤل وليس للتشاؤم. لا نأتي فنقدم، لماذا الناس يكرهون القبور والموت؟ لأن الناس ولأن المتكلمين يقدمون للناس أسوأ ما عندهم، أن عذاب القبر والقبر في تعابين والقبر، هذا الكلام ما ينبغى أن يقدم للعامة. إذا أردت أن ترغب، الرسول يقول: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. فلماذا لا نقدم والقبر هو أول قدوم على الله؟ إذا الإنسان، ربنا يقول: ثم ردوا إلى الله، حينما يعود العبد إلى خالقه فلا بد أن يعود إلى الرحيم. فحينما يكون من أول أوائل دخوله إلى العالم الآخرة، يدخل في العذاب والتعابين، فيقول: هذا الرب الذي كنا نسمع عنه الرحيم، كيف نقدم للأمم التي تريد أن تدخل لهذا الدين بأن القبر فيه وفيه؟ فلماذا لا نقول من أول منازل الآخرة الروض من رياض الجنة، فيه النعيم وفيه يأتيه من طيبها ونعيمها وما أعد الله لأهلها فيها. إذن هو اسمه نعيم القبر. ومن ثم رب العالمين قال: القبور إذا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ويكلمون من الموتى، لأن ألهاكم التكاثر حتى دفنتم، لم يقل زرتم القبور، لأن إذا قلنا في اللسان العربي فلان زار المقبرة يعني مات، أما إذا زار القبور بمعنى أنه راح يزور القبور ويجي، راح زيارة مع جنازة. ولذلك تقول كما جاء في الحديث: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. لكن لو قال زار المقابر يعني مات، فهو يخاطب من مات وانتهى. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى انتهيتم ومتم، متم دخلتم. وإذا قلت لإنسان، قلت لإنسان أنا زرت المقبرة، يقول: أنت متي، كيف تكلمت وأنت، أما زرت القبور. إذن فربنا قال: ألهاكم التكاثر، يخاطب حتى زرتم المقابر. هناك من يفهمها فهما آخر، فهو مخلوق. ولذلك كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا سوف تعلمون علم اليقين. لأن العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: هناك علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فعلم اليقين أننا نؤمن بالآخرة بالجنة والنار، علم يقين. إذا مات الإنسان ودخل قبره سيرى ذلك عين اليقين في القبر، يرى تعرض عليه الجنة والنار في قبره، عالم الملكوت. عين اليقين حينما يكون في يوم القيامة يصبح له حق اليقين. فلذلك قال: لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين، يخاطب في العالم البرزخ. حينما يكون الإنسان يوم القيامة يقول الملك للصالحين: إن هذا له حق اليقين في الجنة، فسبح باسم ربك العظيم. لماذا هؤلاء ينكرون القبر؟ لأنهم يرون بالعقل المحدود، لا ولا لا لا يدركون بالروح الممدودة. العقول المحدودة والأرواح ممدودة لا نهاية لها. فحينما الإنسان يرى بنور قلبه فلا ينكر أن القبر، يعلم أن للقبر عذاب ونعيم، فالقبر له نعيم. ومن ثم هم يحسبون أن الأجساد لا، فالإنسان حينما يكون في نومه ألا يتأثر بكابوس كوابيس؟ طبعا. يكون نائما وهو في نوم، ولكنه يتعذب. واحد نايم عنده، هذا يرى رؤيا فيها خير يتنعم، وهذا يرى كوابيس شر. فتجد هذا يقوم مفزوعا وهذا يقوم مرتاح.
نعم. إذن هذا عالم الأرواح وتجاوب الأرواح يعني نعم وتجاوب. عندما نكون نائمين شبه ميتين يعني نعم ولذلك في العالم البرزخي نعم. رب العالمين قال على آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن يتكلم عن أهل آل فرعون. إذن كانوا يعذبون عذابا دون عذاب الآخرة نعم. فلماذا قال أشد العذاب؟ لأن لو قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون العذاب إذن لم يكن هناك عذاب في القبر نعم. وإنما قال النار يعرضون عليها غدوة وعشية إذن هناك عذاب أدنى نعم. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فلماذا جاء بشدة العذاب هنا إلا أنه كان هناك عذابا دون هذا. فإذا هناك عذاب. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له عبد الله بن عمر أني مررت ببدر فوجدت فرأيت رجل يخرج من قبره فيضربه رجل بمقمعة حتى يغيب في الأرض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك أبو جهل بن هشام يعذب إلى يوم القيامة. واليهودية التي جاءت إلى السيدة عائشة وأسدت لها معروف قالت لها أعاذك الله من عذاب القبر. فلما ذكرت ذاك إلى رسول الله قال نعم أقرها على ما قالت لأن هؤلاء أهل الكتاب. لكن نحن علينا أن نقدم للناس نعيم القبر لأن الإنسان حينما يخاطب ويخاطب أمة الإسلام نعم. أمة لا إله إلا الله نعم. فقدم لأمة لا إله إلا الله ماذا؟ قدم لهم نعيم القبر أن القبر فيه النعيم وعالم البرزخ فيه النعيم للمؤمنين. لو سمحتم لا أريد أن تفوتني الفرصة والوقت يأخذنا في هذه الحلقة بذات الدقائق القليلة يعني هذا الإنسان اللي هو في نعيم القبر هل يستشعر يعني أهله عندما يأتون لزيارته أو يدعون له أو يقرؤون القرآن ويتصدقون ثوابا من أجله؟ بل نزلت في عبد الله بن الجموح صحابي الجليل الذي قتل استشهد فلما قال الله له ماذا تريد قال أن ترجعني إلى الدنيا فكتبنا عليهم أنه إليه لا يرجعون لكن قال إذن أبلغ نبيك عني أني في نعيم. فنزلت الآية يستبشرون بنعمة رحمة من الله وفضل وأن الله يعني يستبشرون فأخبره ما في النعيم الذي هم فيه. إذن وكذلك لما استشهد عبد الله بن رواحة واستشهد جعفر في الغزو في مؤتة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وقد استشهد جعفر وهو الآن على آرائه في مكان في حواصل طير في الجنة. إذن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن النعيم غير أنه هذا النعيم الذي يكون في القبر في البرزخ ليس له مثل معقول ولا دلت عليه العقول فهو بصفة يعلمها الله فعقول البشر لا تستطيع أن تحيط بهذا شتان بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة العالم فهو نعيم هذا اسمه علم الغيب نعم. الذي أمرنا الله أن نؤمن به وأن لا ندخل في التفاصيل والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذا أردنا أن نحيط بكل شيء بعلمنا وحساباتنا سنخطئ الطريق فعلا. فصاحب العلم عليه أن يسأل الله تعالى أن يعلمه ما جهل وأن لا ينبغي له أن يحيط بكل شيء إذا كان متخصصا في علم معين فقد يأتيه الشيطان ويوهمه أنه قد عرف كل شيء فيخطئ من حيث لا يدري. فإن عالم البرزخ عالم كبير ومن ثم ربنا يقول عالم الغيب والشهادة فعالم الغيب فكيف لماذا لا ندرس كيف في أي مكان كان هذا الميت الحي ألم يكن في صلب أبيه نعم. لم يكن شيئا مذكورا فعلا. ثم خرج إلى الدنيا فكان حيا خرج من عالم الغيب سبحان من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وبكل خلق إذن عالم. عالم الغيب والشهادة كنا في عالم الأصلاب ثم خرجنا إلى عالم المشاهدة ثم ندخل عالم القبور وهو عالم غيب يغيب عن الأذهان والعقول. فصاحب العقل يقول آمن به كل من عند ربنا فعلا. أستاذ الكريم حلقة متميزة في هذا الموضوع حول نعيم القبر وأن الله سبحانه وتعالى يحاسب هذا الإنسان في قبره قبل أن ينتقل إلى عالم وعوالم أخرى يعني غدا يوم القيامة. ونتمنى إن شاء الله بحسن الظن بالله تبارك وتعالى ونستشعر كذلك سلامة قلوبنا وأننا نحب جبر خواطر أنفسنا وخواطر غيرنا من الناس. إذن أحبابي المشاهدين الكرام بعد أن نعيد شكر الأستاذ دكتور عبد الواحد وجيه نشكركم على حسن إصغائكم نتمنى ألقاكم في حلقة قادمة بحول الله. دمتم في وديعة الله والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات. إلى لقاء قريب بحول الله. Oh,
من صفات الجمال والجلال، وهي من صفات التخلق والتعلق، كما قلنا صفات الجلال والجمال. يقول الحق سبحانه وتعالى: فاصبر صبرا جميلا، ويقول كذلك: فاصفحي الصفح الجميل، ويقول عز من قائل: فاهجرهم هجرا جميلا. ومعرفة الله تبارك وتعالى هي متصلة بصفة الجلال، فلا بد أن نجل الله تبارك وتعالى ونعظمه، ونعلم بأنه مخالف لكل الحوادث، ونستشعر مهيبة الله تبارك وتعالى. لنتبين ذلك نستضيف لكم فضيلة العالم الجليل الدكتور عبد الواحد وجيه، وهو رئيس مؤسسة التوجيه للبحث العلمي. أهلا بكم أستاذي الكريم. أهلا وسهلا، الله يبارك. عندما مثلا نتحدث عن صفة الجلال وصفة الجمال، هي صفتين متكاملتين في حق الله تبارك وتعالى، ويمكن نقول مثلا فلان جلالي أو فلان جمالي، يعني يأخذ من صفة الجلال أو الآخر يأخذ من صفة الجمال. وصفة الجلال هي صفة نوع من القوة، وصفة الجمال هي فيها نوع من الرحمة والجمالية في التعامل وكذا. فهل بإمكانكم الاستزادة في معرفة الصفتين الاثنتين أستاذ كريم، وكيف يجب أن نتصف بها ونتعامل بها ما دامت هي من باب كذلك صفات التخلق؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بالطبع أن من صفة الخالق الجمال والجلال، ومن ثم فإن الله تبارك وتعالى وضع اسمه وذكر اسمه الذي له علاقة بالجلال، ووضع الاسم الذي له علاقة بالجمال. فإذا كان الأمر يتعلق بالعبادة التكليفية فهذا الجلال، يا ذا الجلال والإكرام، فتعبد الله. وإذا أردنا أن نتحلى بالجمال فيذكر الربوبية، لأن الألوهية جلال والربوبية جمال. ورب العالمين حينما أراد أن يكلف أن يعطي موسى ويكرمه تكلم بصفة الجمال: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. ثم جاء بصفة الجمال: إنني أنا الله الجلال، إنني أنا الله لا إله إلا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إذن فمعرفة الخالق تتعلق بالجلال، والعفو عن المخلوق محلا بالجمال. جميل. فلذلك فحينما تريد أن تنزه الله تبارك وتعالى عن النقائص، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، من صفات الجلال. ولذلك حينما تنزه رب العالمين تقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، يعني منزه عن كل النقائص، فهو أعلى ويا ذا الجلال والإكرام. ولذلك فرب العالمين جل شأنه حين فما في الوجود من طاعة ولا عصيان، ولا ربح ولا خسران، ولا غداة ولا أصيل، ولا كثير ولا قليل، ولا صحة ولا مرض، ولا جوهر ولا عرض، ولا أرض ولا سماء، ولا عبد ولا حر، ولا ظل ولا حر، إلا بمشيئته وإرادته، فهي من صفة الجمال. إذن فمعرفة الخالق تتعلق بالجلال، والعفو عن المخلوق محلا بالجمال. والجمال في القرآن جاء في آيات ثلاث التي لها علاقة بالمخلوق، هذا الجمال. فقال سبحانه وتعالى: فاصبر صبرا جميلا، وقال عز من قائل: فاصفح الصفح الجميل، وقال تعالى: فهجرهم هجرا جميلا. فما معرفة هذه الأشياء؟ ما معنى الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل؟ فالصبر الجميل هو أن لا تشكو الناس بأضراره، أن لا تشكو للناس بإضراره. إذا مرض الإنسان لا يتأوه ويذكر أضراره للناس، فهذا صبر جميل. وربنا قال للنبي: فاصبر صبرا جميلا، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وأما الصفح الجميل، نعم، إذا صفحت عن إنسان وتجاوزت عنه. أما الصفح الجميل هو أن لا تذكر من سامحته بأخباره، لا تقول: أنت كنت قد فعلت بكذا وكذا. الصفح الجميل أن لا تذكر من ظلمك بأخباره. وأما الهجر الجميل أن تترك من هاجرته، من هاجرته في حاله. إذا هاجرت فلان الفلاني وقيل: لماذا تركت فلان؟ تقول: لا شيء، وإنما انشغلت بأمر معين، وتحاول أن تدخل في موضوع آخر حتى لا تمس من هاجرته بسوء. إذن
الصبر الجميل هو ألا تخبر الناس بإضراره، والصفح الجميل ألا تذكر من تجاوزت عنه بأخباره، من ظلمك بأخباره، والهجر الجميل أن تترك من هجرته في حاله. إذن وهذا هو الجمال، ولذلك رب العالمين جمال جميل، يحب الجمال. فمن صفات الجمال في التنزيل أنه ذكر الجنة وما فيها، ولذلك رب العالمين ذكر الصالحين حينما تتجافى جنوب عن المضاجع، فذكر فيهم صفة الجمال والجمال، يدعون ربهم خوفا وطمعا وطمعا. إذن الرجاء والخوف، فذكر الرجاء والخوف، الخوف هو من صفة الجلال والرجاء من صفة الجمال. أنت تخشى رب العالمين لأن تخشى تخاف جلال الله تبارك وتعالى وبطشه، فتعبده ليعطيك من جماله، وما ذكر في الجنة من الجميل والجمال. إذن هذه صفة الجمال وصفة الجلال، هذان الأمران في التنزيل لا يفرق بينهما الإنسان أبدا، هذا ما له علاقة به. نعم أستاذي الكريم، الله سبحانه وتعالى لم يخلق أي شيء عبثا، ومعنى هذا والله جميل ويحب الجمال، معنى هذا أن الله خلق شيء جميل وشيء غير جميل. الله تبارك وتعالى كل شيء خلقه فيه خير، كله فيه خير، كله فيه خير. ولذلك حينما أمرنا بالجمال والتجمل قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، شوف أمرنا بالجمال التجمل، وهذا جمال، هذا جمال حسي، وأمرنا بسلامة القلب إلا من أتى الله بقلب سليم، هذا جمال معنوي. ما خلق الله شيء على وجه الأرض إلا فيه خير، ولما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فالخير هو فتنة والشر فتنة، بالطبع أن الشر فيه خير في كثير من الأحيان، في كثير من الأحيان عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، قد استخرج الله لنا الجمال من الشر. المؤمن قد يرى الخير في كل الأشياء، يرى الأشياء السيئة وهي جميلة لأنه يرى بعين طبعه، ويرى الأشياء الجميلة وهي جميلة، وهناك من يرى الأشياء الجميلة غير جميلة إذا كان يعني فؤاده غير جميل. ولذلك فإن زين العابدين لما قبض ولده تحل بالجمال ولم يعتبر ذلك مصيبة، لما جاء الناس يعزون زين العابدين وجدوا قد عطر البيت وتجمل بأفضل الطيب وتطهر، فقالوا له يا فضيل هل عندك وليمة أو عزاء؟ قال أنا قد أصبت بما تعلمون، لكنني أريد أن أتلقى ذلك بالرضا وليس بالصبر. الله. لأن الرضا أعلى من الصبر. قد يكون الإنسان صابرا وقد كبث ما فيه، وقد يكون مصطبرا وهي درجة أعلى، والدرجة التي هي أعلى من باب الورع وهو الرضا، أن رضي بقضاء الله. والرضا هو أن يظهر الرضا على وجهك أنك فارحا ليس فيك شيء. والغريب في أنها في الصدمة الأولى. نعم. في الصدمة الأولى كان الرضا، لأنه نعم. قلتي في العزاء يعني. نعم. فهذا مقام عالي جدا. وكان ذلك راضيا، وهذا يدخل في باب الحلم. وأحلم العرب رجلان، الأحنف بن قيس ومعن بن زائدة. الأحنف بن قيس مات ولده، قتل ولده وهو يتكلم مع أصحابه يحدث أصحابه، فجاء ابنه الكبير يحمل أخاه الصغير ويمسك القاتل، فقال يا أبتا هذا ابن أخيك، هذا ابن أخيك قد قتل ولدك، فهذا ولدك ميت، فلم يفك حبوته وهو ملتفت، فقال اذهب لأخيك فادفنه، وأعفو عن ابن عمك، واذهب لأمك فادفع لها هدية ولدها، ولم يتحرك وكم أكمل كلامه وكأنه لم يحصل شيء. وهناك من وهذا الحلم، وهذا الحلم العفو مع القدرة. سبحان الله. العفو عند القدرة غير الصبر، الصبر هو الصبر مع عدم الأخذ بالحق، لكن هذا مقام عالي وهذا جدا. ولذلك الله تبارك وتعالى أمر نبيه بالصبر لما كان ضعيفا بمكة، واصبر على ما أصابك، لما انتقل إلى المدينة وأصبحت له قدرة وجيش أمره بالحلم وليعفو وليصفح. ولذلك الحلم هو من خلق الكريم طبعا. كما قال عبد العزيز المغربي في مثلثاته المعروفة مثلث قطرم، قال الحلم ثقب في الأديم في الجلد، والحلم من خلق الكريم، والحلم في النوم النعيم بالصدق أو بالكذب. إذن الحلم هو من صفات الخالق، وهو العفو عند المقدرة، حينما يكون الإنسان يستطيع أن يأخذ حقه وتجاوز، فهذا اسمه حلم وهو أعلى. دخل رجل على معن بن زائدة
وهو أمير استعمله أبو جعفر المنصور على اليمن، وكان فقيرا فقر المدقع، فدخل وأراد أن يختبر حلمه، لأن الذي يثبت الصدقة والحسنات والخيرات هو الحلم وليس الصبر. لأنك إذا كنت متصدقة كريمة وسبك الذي كنت قد قمت معه بالخير، ممكن تقولين عليه شيء هذا لا يستحق ولا يستاهل. وربنا يقول إن تبدو الصدقات، يقول في الآية الكريمة الصدقات لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى. المن يوقف العداد والأذى يمسحه. المن إذا قلت أنا فعلت وفعلت، إذا كان العدد وصل إلى كم مليار هو ماشي، إذا قلت توقف. أما إذا آديت من تصدقت عليه، تصدقت عليه، تكون قد مسحت. المن يوقف العداد والأذى يمسحه بالمن والأذى. فلذلك والرضا والعفو يزيد. نعم. يزيد من العداد زيادة أكثر. ولذلك فإن معنى ابن زائدة لما دخل عليه الأعرابي الذي أراد أن يختبر حلمه، قالوا أن معنى حليم، فدخل وهو لم يستأذن، فقال أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير؟ فقال الأمير أذكر ذلك ولا أنساه. فقال فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. فقال سبحانه على نعمه، يا أخ العرب ألا تسلم فنرد عليك السلام؟ يقول له معن ونرد عليك السلام. فقال الأعرابي فلست مسلما ما دمت حيا على معن تسلمة الأمير. قال إن شئت سلمت فرددنا عليك السلام، وإن شئت انصرفت فأذنا لك. قال إذن فأرحل من بلاد أنت فيها ولا جاد الزمان على الفقير. فقال له كأني بك تريد مالا. فقال له الأعرابي يا ابن ناقصة، هو اسمه ابن زائدة، فقال يا ابن ناقصة جد لي بمال فإني قد عزمت على المسير. قال قد أمرنا لك بألف دينار. فأخذ الأعرابي الألف وقال تالله ما جدت به قليلا ولكني أطمع في الكثير، وقد علمت أنك نلت هذا الأمر جهلا بلا رأي ولا عقل منير. فأراد أن يغضبه زيادة، فقال وقد أمرنا لك على هذه أيضا بألف دينار أخرى. فأخذ الأعرابي الألف الثانية وقال سألت الجود أن يبقيك ذخرا فما لك في البرية من نظير. فمنك الجود وإليك الجود يرحل، فإليك الجود ومنك الجود يرحل، وفيض يديك كالبحر الغزير. فقال له المعن وقد وعلى هذه قد أمرنا لك بأربعة آلاف. فقال له الأعرابي أيها الأمير لقد أكثرت. قال وما في ذلك، قد أعطيناك على دمنا ألفي دينار، فمن باب أولى أن نعطيك على مدحنا أربعة آلاف. فأخذها وذهب. وهذه قمة الحلم، والحلم العفو مع المقدرة. نعم، معنى هذا قمة الجمال. كيف نفعل قيمة الجمال في حياتنا؟ إذن صفة الجمال لابد أن تكون بين الزوجين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إذا كان الإنسان يريد الخيرية فلابد أن يدخل بها على أهله، لابد أن، لأن المرأة سر وياقوت وضعها الله للرجل في بيته، فهي التي تزوده حتى ببعض الآراء التي لا تخطر ببالي أحيانا. وكانت السيدة خديجة تزود المصطفى صلى الله عليه وسلم بأشياء ما خطرت ببالي وهو نبي، حتى حزن عليها أياما لما ماتت. لذلك المرأة ذخر، وهي نصف المجتمع، بل هي المجتمع كله. حينما نقول المرأة نصف المجتمع، بل المرأة هي المجتمع، لأن المرأة قد تكون موظفة وتدخل بيتها فتدخل المطبخ، إذن فهي مجتمع. إذا كان النصف المجتمع فهو الرجل، إذا دخل البيت انقطع كل صيته وأراد للناس أن يخدموه من كل جهة. فإذا لابد لنا أن تكون الخيرية للمرأة أعلى. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو تفيض روحه إلى الرفيق الأعلى، فكان يقول أوصيكم بالنساء خيرا، وكأن الأمر انقلب رأسا على عقب، فأصبحنا اليوم أسوأ الناس مع الأسف البعض منا مع نسائهم. والمرأة لا يمكن أن تكون شرسة إلا إذا جاء الظلم من الرجل. هنا أحبابي المشاهدين الكرام، بعدما أن نتولى شكر فضيلة العالم الجليل الدكتور عبد الواحد وجيه رئيس مؤسسة توجيه البحث العلمي، ما شاء الله ويتقل اللسان العربي وأتحفنا بهذا الجمالية في الحديث، ننهي هذه الحلقة بمقولة من يقول كن جميلا ترى الوجود جميلة. إذن أحبابي المشاهدين الكرام نشكركم على حسن إصغائكم، نتولى شكر الأستاذ من جديد نيابة عنكم، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. حقيقة العين في الإسلام أستاذ الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، المعروف على أن العين حق، وكما جاء في التنزيل كما ذكرتم أن يعقوب عليه السلام نهى أبناءه أن يدخلوا لما أرسلهم إلى مصر يتحسسوا من يوسف وأخيه، قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ولما كانت العين حقا وأمر قد يكون، وحتى وإن فعل ذلك يعقوب ونهى أبناءه، فقال تعالى معقبا عن يعقوب: فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء لو أصابتهم العين إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. يكون لو كانت أصابتهم العين يكون قد قضى ما عليه وأدى ما عليه، يكون يقول قد نصحتهم. إلا وإنه يؤكد الله أن يعقوب صاحب علم، وأن يعقوب صاحب علم، وأنه نهاهم ونهي حق، قال: وإنه لذو علم بالعين، وإنه لذو علم لما علمناه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالعين كما هو المعروف حق، والعين كما قال تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، وفي الحديث كادت العين أن تسبق القدر، وقد أصيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالعين في زمانه يعني. ومن ثم فالنبي صلى الله عليه وسلم مرة جاءه برجل مريض قد أصابت عين، نظر كان قد كشف عن صدره وظهره، فنظر إليه رجل آخر فقال: ما أعظم صدره. فوقع الرجل من ساعته فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما كان منه لما نظر إلى أخيه أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ فأمر به فتوضأ وأخذ وضوءه، ثم غسل به ذلك الرجل فقام كأنما نشط من عقال أو نشط من عقال، يعني يعتبر هذا علاج. نعم، وهو يعني علاج سريع، بمعنى أن الذي يعين أو يصيب الناس بالعين أو أصاب، قد يكون صاحب العين ليس حسودا، يعني قد لا تكون من الحق، قد تكون من الحبيب. عين الغبطة هذه. قد يكون الرجل يصيب امرأته بعينه، ينظر إليها فتعجبه فيصيبها بعينه، فلو حصل ذلك يغسل وجهه أو يتوضأ، ثم يعطي لمن أصابته العين فيغتسل بنفس الماء فيقوم من ساعته لا تطول. ومن مصيبة العين أنها لو استمرت تزيد ولا تنقص، بينما السحر يمكث في مكانه، لكن العين تزيد، العين يركب عليها شيطان. والذي يصيب الناس بعين يكون على حاجبيه شياطين مثل الصواريخ، قد تكون العين العاجلة يصيب الشيء فينظر إلى الشيء فيصيبه في لحظته، هذا إذا قدر الله. وقد تكون العين بالحديث، قد يتكلم الناس عن الشخص وفلان فعل وفعل وقد تصيبه العين ولو لم ينظر إليه لا يعني العين، أن العين قد تكون بالكلام. ومن ذلك ولذلك جاء الإسلام فوضع حاجز وهو الستر، من الله تعالى رزقه خيرا أو شيء فليستتر. ولذلك أمر حتى من يقوم بالخير يعمل الخيرات ويفعل الخيرات فعليه أن يتوارى عن أعين الناس، يقوم بعمله سرا وعلانية. والحكمة من أن الله يقدم السر في العمل مخافة العين، حتى لا تصيب الماء الصالح عين، يكون الإنسان محسنا متقدما في أمور الخير قد تصيبه عين البشر، وهذه أكثر الأشياء التي يمكن أن يعين عليها الشخص. فالأعمال الخيرية التي يقوم بها الإنسان كلما حاول أن يستر كان أفضل، فيها الإخلاص أولا. نعم، يعني ثم الإخلاص، ثم أنه يستتر. فمن فعل شيئا من الخير، من قام بشيء فليستتر، ومن ثم تجد عامة الأمور لا تدوم إلا إذا كانت مستورة. فلما قالك؟ لأن الستر يضمن استمرارية العمل الصالح. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان كما قال، لأن العلانية، ورب العالمين قال: إن تبدوا الصدقات فنعمة، نعمة، لم يقل نعمة، نعمة تصغير نعمة، نعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء ذلك خير، كان خير لكم. أحسن. فلماذا قال نعمة؟ والعرب تقول نعم الرجل زيد ونعم الرجل عمر، يعني متوسط. وقل نعم الأمر لشيء ظهر ونعم أمر زيد طالما استتر. فالعلن إظهار أمر قد خفى، والستر في الأجر من نهج المصطفى. أستاذ الكريم، هل يكون للمعين دور في كونه أنه يعين من طرف العائن مثلا، حينما يستفز مثلا شخصا، مثلا يكون هو عنده أولاد والشخص الآخر ما عندوش، عنده مثلا شوف متأخر. احنا علينا أن نبحث في وقاية العين،
لا من علاجها. فنحن الآن نبحث عن الوقاية مثلاً. فإذا رب العالمين رزقك أبناء صالحين ونجحوا في الاختبارات، فما ينبغي لنا أن نقيم لهم فرحاً ونجمع الناس على أن ولدي نجح في هذا ونجح؟ فهذه قد تصيبه عين. ولذلك كل النوابغ الذين ظهروا صغاراً حفظوا القرآن وأظهروهم على القنوات كلهم ذهبوا، تصيبهم عين. فأنت إذا، لأن الصبية مثل الزهرة صغيرة، عليك أن تخفي عن أنظار الناس، هو لسه ما اشتد عوده، فما دام أنه لا يزال لين فلا تصيبه، لا تعرضه لإصابة عين البشر، والعين حق، فعليك أن تخفيه إلى أن يشتد عوده، لأن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. قد ينفع الأدب الأحداث في صغار وليس ينفع في ذي الشيبة الأدب، ولو أن الكلام على غيره، لكن ما دام أن عوده لا يزال لين فعليك أن تخفيه، أن تستره عن أعين الناس، لأن العين من أخطر المصائب، والأخطر منها الذي يخاف منها، الذي دائما في حياتي يخاف العين. هذا كنت أطرح هذا السؤال، يعني الإنسان فهو مريض أصلا، سوف يعيش في انزعاج دائما، سيعيش الإنسان. شو الوضوء سلاح المؤمن إذا كان الإنسان فدائما، لكن مع الأسف هناك أناس لا يملك شيء وخايف من العين، يعني الذي يخاف من العين لو عنده شيء يتحصن ويخرج متوضئا فهذا ثم يرقي نفسه، ليس بالضرورة أن يذهب عند من يرقيه، هو يرقي، المرء طبيب نفسه، ما يحك لك إلا ظفرك كما قالوا. إذن أنت ترقي نفسك لكن بإخلاص وبيقين، أنك وضع يدك على نفسك وقرأ نفسك الفاتحة وخرج من بيتك متوضئا، ودعاء العين الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعوذ بك من كل عين سام، من كل شيطان وهم، هذا بكلمة الهتمة، من كل شيطان وهم، من كل عين لامة. جميل أستاذ كريم، مدام ذكرتمنا بهذا الدعاء في موضوع العين، من كل عين لامة، يعني تلم الحسد ويخرج كشرارة من أشعة الليزر. أصلا العين تخرج من الشرارات مضرة، وهذه ما وصل الناس إليها اليوم. اليوم لو تكلمنا قبل 100 عام على الريموت كنترول على حق التلفزيون، الآن لو قلنا من 100 عام أنه تشير إلى شيء يتحرك ما أحد يصدق، إذاك شرارات. فإذا فالعين تخرج من الشرارات فتؤذي الموجود، وأحيانا قد ينظر الإنسان لحظة نظرته إلى المخلوق يؤذيه، قد يسقط، قد ينفجر شيء، قد يحصل شيء مباشرة، وهذه عين عاجلة. كيف كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه؟ لأنه كان نبي الله وكان جميل الصورة، جميل المظهر، يقوم بإحسان، هو كان سيد الخلق أجمعين. هو أصلا المصطفى محاط بالملائكة، محصن من الله، ومع ذلك يعلم أمته لما نزلت المعوذتين. هناك معوذتان، سورة الإخلاص قل أعوذ برب الفلق، هذه وقاية، قل أعوذ برب الناس هذه علاج. ولذلك سورة الوقاية ذكر اسم الله فيها مرة واحدة، قالت قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ولماذا قال الفلق وربط الأمر بالفلق؟ لأن حينما يصعد الصبح تبدأ الحركات، وقت الفلق وقت تنشط فيه الملائكة وتذهب فيه الشياطين. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، والليل إذا أظلم، لأن الشياطين يعملون والسحر يعملون في الظلام أكثر منه الليل. ومن ثم موسى لما أراد أن يهزم فرعون قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، لأن وقت الضحى وقت مبارك، ولذلك انتصر على فرعون، لأن وقت الضحى تقل وساوس الشياطين وأساليب السحرة تختفي. ومن شر غاسق إذا، ومن شر النفاثات في العقد، هذه ليست خاصة بعقد النبي صلى الله عليه وسلم التي سحر بها، التي سعى لبيد بن الأعصم، وإنما هي عامة، النفاثات، ولم يقل النفاثين لأنها صيغة مبالغة، تقول علامة أكالة، لماذا قال النفاثات؟ الذين يمشون بالنميمة بين عقد الناس، عقد البيع، عقد الزواج، رجل متزوج فيأتي الناس ينفتون بين النميمة والغيبة، نفاثات، رايح جاي حتى يفرق بين الزوجين. العقد، عقد البيع والشراء، عقد الشراكة، بيني وبينك عقد شراكة في شركة في عمل، فيأتي أحدهم يمشي بيني وبينك بالنميمة والغيبة، فيكون نفاتا ينفت في أذنك وينفت في أذني، النفاثات في العقد. والعقد هناك كما قال تعالى يا الذين من أوفوا بالعقود، العقود ما عقده الإنسان، إما عقد معنوي أو عقد حسي بكتابة، نفاثات بالعقد.
ومن شر حاسدين حسد، فكل ذلك سببه الحسد. هذا إذا كان الإنسان لم يكن مريضا أو لم يصيبه شيء كوقاية، فهذه وقاية. أما وقد دخل المرض صدره أو دخل ذات جسمه فهنا سورة العلاج. قل أعوذ، فذكر الله في سورة العلاج 3 مرات اسمه. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فذكر اسم الجلالة 3 لأنه الرجل قد مرض، فتكرر اسم الله تعالى فيه. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، قل أعوذ برب الناس أنت تلجأ إليه الربوبية، ملك الناس هو القادر على أن يشفي، إله الناس أن يرد أذى الناس عنك، من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لم يقل في عقول الناس، لأنه العقل يتقبل الأشياء ثم يسل الصدر. قد يأتيك من يوسوس ويخبرك بشيء فتأخذين ذلك في عقلك، فإذا راجعت ذلك تسلمينه إلى القلب، فإذا ما سلم إلى القلب فقد قبل، لأن إذا لأن رب العالمين جعل الإنسان محاط بجوارح، جوارح تلتقط ما حولها، ثم عقل يغربل بعدها، ثم قلب يعتقد الصدق أو كذبها. إذا ما وصلت المسألة إلى القلب وإلى الصدر فتصبح تتلجلز هذه الكلمة الكذب أو الوسوسة في صدر الإنسان. فربنا قال الذين قد وصل المرض الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ووسوسة شيطان الإنس تزيد 70 مرة 70 ضعف على وسوسة شيطان الجن، لأن شياطين الإنس عليك أن تستعيذين بالله منهم 70 مرة، وإن كيد الشيطان كان ضعيفا لكن شياطين الإنس إن كيدكن عظيم، وكيد الإنس عظيم إذا كان في الشر دائما. فمن ثم فهذه الوسوسة تحتاج منا أن نقرأ السورة بإخلاص كما قلنا في الإخلاص، قل أعوذ برب الناس، ولذلك بدأ بالناس لأنه هم الأصل، ملك الناس إله الناس، ولم يقل الجن. لماذا كرر الناس مع كل اسم ها هنا؟ لأن الضرر كل الضرر يكون من الناس أكثر من الجن. أستاذ الكريم، يعني حقيقة القرين وعلاقته بالجن، يعني كل إنسان عنده قرين. نعم. يعني هل الذي يسلط العين هل هو القرين؟ أما يعني هذه المسائل القرين القرين هو الشيطان الذي يكون مع الإنسان، لأن أصلا كلما ولد مولود يضاف إليه قرين في سنه، يعني الجنين الصغير العالم الجن عندهم عالم شركات وعالم كبير، فإذا ولد مولود من الإنس وضعوا بجانبه قرين من الجن في سنه رضيع، فكلما كبر الصبي يكبر معه الجن كلما كبر حتى يكون معه في كل شيء، ما يمكن يكون صغير كبير، فإذا أكبر معه قرينه وهكذا ذلك إلى أن يكبر، حتى إذا ما مات الإنس والجن تطول أعمارها 2000 3000، فإذا مات الإنس وكان صالحا يؤخذ القرين إلى الحبس وإلى العقاب، لأنه أعطي مسؤولية فخسر فيها، يعني فرصة أن يخرجه عن الطريق، فنجى منه هذا الإنس ويقول أنت خسرت في اختبارك وخسرت في إدارتك، فيحال إلى العقاب. أما إذا فأفلح في وسوسة هذا حتى أدخله جهنم يحال إلى تقاعد مريح. إذا نشكرك فضيلة الأستاذ الكريم سيدي عبد الواحد وجيه على هذه الحلقة المتميزة في موضوع حقيقة العين، حفظنا الله وإياكم من العين الحاسدة، وجعلنا نحسن أنفسنا بقراءة كتاب الله الكريم وكذلك بذكر الله تبارك وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن أحبابي المشاهدين الكرام نشكركم على حسن إصغائكم، ونشكر كذلك الفريق التقني الذي يساهم فعلا في إنجاح هذا العمل وكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذا العمل. حفظكم الله وحفظ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جمعاء من العين الحاسدة، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته، إلى لقاء قريب بحول الله. الراحة حيت كاين الروح وكاين النفس، كاين جوج. الروح ما كتموتش، عمر شي واحد عمر الروح ما تموت حتى يوم القيامة، الروح غير كتزهق إلا خرجت من الجسد غير كتخرج، ولكن النفس كتموت، كتقول قتل نفسا ماشي قتل روحا، وأزهقت الأرواح. الروح بالنسبة للجسد بحال شي عصفور في القفص، ملي كيتهرس داك القفص كطير هي كتخرج، وكل ما خرجت الروح من القفص كتتسع المدى، كتشوف أكثر من داكشي اللي كانت كتعرف. دابا حنا في الدار كنشوفوها الحدود ديالنا هنا، ولكن ملي كتخرج الروح إذا مات الإنسان
حنا كتبان لينا مأساة وهي راه راحة ليها هي، كتخرجها من واحد الضيق، كتخرج كتشوف هاد الدار وكتبدا كتشوف كازا الدار البيضاء، واحد شي كتشوف المغرب، كتشوف حتى كتشوف الكرة الأرضية، كيبان لها كلشي وكتشوف الجسد ديالها اللي كاين، كتقول شوف فين كنت مسجونة، شوف العذاب اللي كنت فيه. إذا راه كنت في واحد العذاب وحنا عند راسنا متعين، وهي الأمر لله. ولذلك يقول إيلبير الأندلسي في واحد الكلام زوين، فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا، وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك وكحلمك إن حلمت، سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنت. احنا عند كلمة عبد الرحمن كي نمشي لك شي سمعتي دابا بين الحوايج صافي. اذا احنا قلنا ان الروح من الراحة، من الروح، وهذا الروح اللي كنعذبوها، هذا الروح راهي ديما مرتاحة، ما عندها مشكل في الدنيا تكون ولا ما تكونش، حنا اللي كندخلوا المشاكل وكتعب نفسك، كتقول دابا دائما التعب كيجي على النفس، حيت عندنا دابا الروح التركيبة ديالها الأسفل ديالها النفس والفوق ديالها الروح. سيدي ربي دار العلو هو الآخرة والعالم الجميل، ودار الأسفل هي الدنيا الفانية. فأنت ملي كتذكر الله كذا تسمو بنفسك إلى أعلى، ديما كتشوف العالم كتبان لك الدنيا تهون، واش فيها كاع؟ غير كترجع تدخل في مشاكل الناس وكذلك كتصغر، كتولي أنت صغير. علاش ما دارش يكون هذا لينا وكذا؟ واحد شوية الروح ديما كنخليو ليها 1%، تا كنسال تقول والله تعالى يدير لي فيها الخير، إذا نخلي هذيك الأخرى، علاش ما نقولوهاش في الأول؟ هذا الشيء فاش؟ في الأمور ديال الأطماع والخيرات، ملي كنجيو للتشاؤم الموت والكذا، ملي كيموت الميت كنبداو نغوتو علاش وين أنت ويلاه كان معايا، كتفوت شوية كنقولو إنا لله وإنا إليه، إذا الروح كنخلي ديال الجزء الأخير، علاش ما تكونش في الأول؟ سيدي ربي قال لك الذين إذا أصابتهم مصيبة، المرة إنا لله وإنا إليه، يقولها هي الأولى، حنا كإنا لله وإنا إليه كنقولها آخر حاجة. حتى كنساليهم هذا وعلاش وكون هذا بديتي الكلينيك وتعطلوا علاش ما داروش لي السيروم علاش ملي كيوقع معاك واش شتي تعطلوا تفوت 40 عاد كنبداو نقولوا حاجه اخرى. اذا احنا في هذه الحاله ما عندناش الايمان، الايمان ضاع 100 كاع بالمره. اذا امتى خصو يكون الايمان؟ سيدي بقى وحين البأس، ملي كتسمع مجرد هذا الشيء ما فيناش حنا، ملي كتسمع الكلام وتسمع المشكل هذيك الساعه خصك تقول إنا لله وإنا إليه، حيت هذه درجة كبيرة، هذه الدرجة الكبيرة ديال التوكل على الله. سيدي ربي عطا واحد الدرجة عالية، أشنا هي؟ الإنسان اللي كتصيبو شي مصيبة بسيطة وصبر، كاين اللي كيصلي عليه تصلي عليه الملائكة، وكاين شي مخلوق كيصليو عليه العباد، وكاين شي مخلوق كيصليو عليه أعلى الناس الملائكة العظام، وكاين شي اجر اذا صبر فيه كيصلي عليه الله بنفسه. سيد الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه اولئك عليهم صلوات من ربهم. هذه ديال سيدي ربي مباشره. الشيطان عارف هذه القضيه، عارف بالله راه كاين واحد الاجر اذا صبر فيه الانسان كيصلي عليه سيدي ربي. الشيطان الكبير الشاف اللي نزل ادم من الجنه هذا اسميته عزازيل، هذا الاسم ديالو الاصلي، هذا ذاك الكبير اللي اسمه عزازي، عنده شياطين مهندسين الاتباع ديالو 5، هاد 5 هادو هما اللي كيحكموا في عدد كبير ديال الشياطين في الارض. هاد 5 كل واحد مكلف بحاجه، هادو هما العمال دكتور، هادو ماشي العمال ديال الناس ديال عندك خنزب هذا خاص بالصلاه اسمه، هذا خاص هذه الصلاه، والهان هذا ديال الوضوء، وزاك نابور هذا خاص بالتجار التجارة درب غلف وكاين الأعور خاص بالأموات، ما تبقى شي مصيبة هذا كيجي يحضر باش ما يخليكش تقول إن لله، كيقول لك علاش وكذا، حتى الأخر آخر حاجة كتسول فيها هو كتقول والله يصبرنا صافي أنت تسالي ما تخلي ما دير، ولكن الأجر الكبير هو خصو يكون هو الأول. وعاد كاين داسم هذا شيطان النساء خاص هذا بالمصائب أخرى. إذا هاد الشياطين الكبار هذا كل واحد شنو عنده، كل واحد شنو المهام ديالو الكبيرة، والله تعالى عطى الدواء والدين عطانا الدواء لكل واحد
من هذا وما بغيناش ندخلوا فيه لان كبيره شويه. الشيطان الصلاه هذا غير كتقول الله اكبر كيجي القارين ملي كتبدا تصلي كتحس بشي حاجه كتجبدك وانت بغيتي الخشوع انت مضارب معاه وانت كتحاول. ملي كيوحل القارين كيشوفك انت شاد شويه في الخشوع كيعيط الخنزر كيمشي عنده يقول هذا وحلت معاه هو ما كيجيكش عندك كي مريح ما مساليش ليه حتى يعيط ليه القارين اللي معاه كيقول لي هذا راه ما كيجي يقول لي شنو اهم حاجه عنده اليوم هذا القارين حيت عارف اللي في نفسك شنو القضيه المهمه اللي شاغله كيقول لي قال لي صالح هذا حيد فحال كيحيدها لي من هنا كيحطها لي قدام الميموار كيبدا يقول لي وكيجيب لي الحل لاروب الحل هو كيما كاملش ما درتي لي هكذا كيجيب لي الماده عبر لاروب ما كملاش لي كامل حيت الا عطاك الحل غتسالي هاد الشيطان هذا خنزر عنده خمسه القاذفات اللي كيضرب بهم بلادي مزيان نعرفوه عنده الهاجس والحديث والخاطر عفوا والحديث والهم والعزم الهاجس يهجس ويمر كيجي كيقول لك كيعطيك فكره كيقول لك اش رايك في هذه القضيه اللي عندك انت راه كاين لها الحل كتعجبك انت في الصلاه هادشي كلشي كيدوز في رمشة عينه في واحد لا اشنو اهم شيء لا الى بقى شويه كيتحول مباشره هاد الهاجس كيتحول لخاطر كيبدا يخطر في بالك الى خليتيه هاد الخاطر الى خليتيه شويه كيتحول لحديث كتبدا تحدد نفسك الى خليتيه شويه كيحول يتحول الهم كتبدا انت في الصلاه وكتهتم بالموضوع لان بدا كيجيب لك الحلول شويه الى رخيتي عليه كيتحول العزم والعزم هو اللي كيبطل الصلاه الى وصلك الشيطان هذا الخنزه بالعزم كيهتم هاجس مباشره خاطر حديث هم عزم هاد العزم يبطل الصلاه ما كتبقاش كتقول واخا صليتي ما محسوب لك والو هو اللي قالوا فيه العلماء وقسموا الواقعة في النفس الى خمسه اقسام فخذها بالولا هاجس خاطر حديث النفس هم وعزم خاتم للخمس فكل هذه الاربعه غير ماخوذ بها سهله الا الافس والاخير فلتكن منتبهه الى وصلك العزم بطلت صلاته وشحال من واحد كيصلي وكيكتبوا لي الملائكه تشهد كيقولوا انا صلى اربع ركعات ولكن ما صلاهمش كان حاضر في التشهد عاد فاق وكاين اللي حضر في التسليمه الاخرى كيبقى يقول الامام الله اكبر عادي يفيق بلا راه كان ما كانش هنا كيجمعوا لي صلاه ديال شهر الا كيجمعوا لي اربعه ركعات في شهر شويه من هنا ولحظه من هنا وربع ركعه وهز ما كيجمعوا اذا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاه حنا ما عمر شي واحد منا مشى عند شي انسان معروف او لا شي مفتي وقال لهم دير ما كنخشعش في الصلاه ديالي اشنو الحل عمرش واحد مسؤول على هذا الشيء وثم ما عمرش كيعرف هذا الشيطان اسمه خنزر ما سوقناش فيه اذا في هذه الحاله ما كنصليوش حنا علاش كتقول فلان كيصلي وما دار والو باقي هو حيت ما كيصليش اشنو السبب لان هذاك البريز اللي كدير فاش تشبك باش تعمر البطاريه باش تعمر الحجره الباتري ما كيوصلش اذا الباتري اللي غادي ديك القوه ديال ما كاينش البطاريه خاويه اذا انت ما كتصليش حيت انت اصلا ما كاينش الخشوع اذا انت كتمشي كدير رياضه حركات ولكن قصيدة ربي لقد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم اذا ما كاينش اذا انت داك علاش حيت حنا نزلنا لواحد الحرب مع واحد المسلح ولد البلاد الشيطان ابليس هذا اللي كان ساكن هنا قبل منا الاف السنين قبل ما ننزلوا حنا وحنا نزلنا باش نتحاربوا معاه بلا سلاح وجاهلين هو كيعرفنا حنا ما كنعرفوش كيعرف الضعف ديالنا كيعرف منين ياكلنا حنا ما كنعرفوا عليه والو تسميته ما كنعرفوهاش هو هذا الخنزر الشيطان الكبير وهذا اذا ملي كنزلوا مجردين من السلاح ومن المعرفه ومن العلم اذا حنا مغلوبين في اي حاجه درناها هذا عاشي تنصلي عثمان بن ابي طلحه واحد الصحابي جاء عند النبي عليه الصلاه والسلام الصلاه والسلام قال يا رسول الله ان الشيطان استحوذ علي في صلاتي فيفتنني عليها فقال له النبي عليه الصلاه والسلام ذاك الشيطان يقال له خنزب فاذا احسست به ثانيه فتعوذ منه ثلاث ثم ادخل على يساري قال لي راه اسمه خنزب هذا الشيء ذكره ابن الجوزي البغدادي في تلبيس ابليس كتاب خاص ابن الجوزي كتب من ابرز كتبه هذا الكتاب اسمه تلبيس ابليس خاصه بالشياطين والتخصصات ديالو
ابن الجوزي البغدادي ماشي ابن الجوزي هذاك بوحدو، هذا عالم كبير معروف عنده هذا الكتاب مهم بزاف، الى كل واحد اذا شراه راه مهم. تلبيس ابليس كيفاش كيلبس عليك، تلبيسه على العلماء على الكبار على الصغار على الزهاد على كل شيء. ومن تلابس ابليس اشياء، قال عثمان ففعلت ذلك فاذهب الله عني ما كنت اجل. اذا كتقول الا كنتي في الصلاه وحسيتي به كتقول واخا انت في الصلاه قول اعوذ بالله من خنزب سمي ثلاثه مرات في خاطرك ودفن على اليسار. واخا تكون امام في ما كنتي، اذا هذا شيطان الصلاه اسمه خنزب، عقلوا عليه. والدواء ديالو ها هو اللي وراه الاسلام، وراه محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي وراه بشي حاجه. تعوذ منه ثلاث ثم ادخل على يسارك، عقلوا عليها مزيان. الى عرف بنادم معاه هذه بركه عليه، ما عنده ما يدير. شيطان الوضوء اسمه الهم، كتقول ساهل لا، هذا كيجيك حتى الصلاه كتكبر يقول لك تمضي ولا لا، واقيلا ما مضيش، كتبقى تفكر واش توضيت ولا لا، تيسلم تتسلم ما بقى مشيتي. اشنو الدواء ديال هذا؟ الدواء ساهل، غادي نرجعوا للصلاه. في الصلاه الا صليتي ربعه وانت كتشك واش ربعه ولا ثلاثه اش كدير؟ كتبني على اليقين. في الوضوء العكس بني على الشك، اذا قالك مض قول لي مضي، واخا يقول ما مضيش في الوضوء بني على الشك، وفي الصلاه بني على اليقين. بارك عليكم هذه المعلومه. ديما ملي يجي يقول لك واقيلا ما توضيتيش، قولي لا توضيت وكمل، حيت الا مشيتي معاه ديما غيخليك هكا واقيلا توضيت. كاين واحد الاشكاليه بسيطه خصنا نعرفوها نحلوها سهله، كاين الشك في الوضوء والشك في الحدث، عقلوا عليها. الا كنتي تا اصلا ما مضيتش باقي ما توضيتي وكبرتي وقلتي واش انا توضيت ولا باقي، هذا خرج سير توضى. اما الا كنتي الاصل تا موضي وكيشكك في الحدث واش لقيت الوضوء ولا ما لقيتوش، انا بقى فهمتوني مزيان. الا الاصل كنتي تا ما عمرك توضيتي ودخلتي قلتي اش انا باقي واخا ما توضيت، الاصل كنتي ما موضيش، هذا الشك في الوضوء، هذا اخرج ما تدويش ما تناقش لا معاه ولا مع غيره. اما الا قال لك وراقي لنقضي الوضوء راك انت مضيه مع صليتي العشاء المغرب مضي واش نقضي الوضوء، هذا ما يقول لي لا مضي باقي مضي، هذا كتبني على الشك. اذا في الوضوء كنبنيو على الشك، وفي الصلاه اليقين ساهل هي هذه العلاج ديالو، كتقول لي العكس اللي قال لي. وبعد مرات كتكبر كتحس بلي راه خارجه شي حاجه منك ولا شي حاجه الله يحفظك قول لي لا ابقى هنا. هذا هو الشك كيخلي الناس ديما غاديين جايين. واضح بارك عليكم. هاد الجوج ما ندوش عليهم جوج، الا مشينا لا عسيري عندها وسكتيها تما حسب سيري نوضي عندها. في الوضوء قلنا الشيطان الاسواق، نرجعوا للروح اسمه زك نابور، هذا مصيبته كبيره بزاف. الناس اللي كيحلفوا على شي حاجه ديالهم بالله هي كذوب كيخرجوا من الاسلام، خصو يعاود يتوضا يتغتسل ويدخل من جديد. حيت ملي شي واحد كتقول بشحال شريتي كيقول والله القسم الا شاريها بقدا وقدا، وانت ما شاريهاش بهذاك الثمن كتحلف على ديالك، كتخرج من الاسلام ما كتبقاش مسلم كتكفر، وخصك تغتسل وتقول اش من جديد. هذا القران اللي كيقول سيدنا بقى لنا ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، ما بقاوش مسلمين. عقلوا هذا القران اللي قالها ماشي احنا. شي لا حلفتي بشي حاجه راك خرجتي من الاسلام، شحال من واحد كافر وكيدور يسحب راسه، واخا توضى وتصلي راك ما دايزاش لك الصلاه، شتي ملي كتحلف وتخرج من بهذه ولا اد الاذى ما تمشيش تصلي، خصك تغتسل وتقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، حيت دخلتي الاسلام من جديد. هذا الكفر، هذه كتسمى اليمين الغاموس، ان تغمس صاحبها في النار، وما بدليل القران ماشي احنا اللي قلناه. شي واحد جاي يسول على قهره واحد القزاف واحد الصور، جا عند واحد السحار كيسولو على الشيطان، قال لي ودي راه قهرني ودي ما هذا، بغيت نعرف الشيطان ديال الصور. قال لي غتمشي مع الفجر غتلقى واحد واقف قدام الباب عندك تعايرو تلعنو تسولو ولا بغيتي، راه هو هذا. مشى مع الفجر قبل عباد الله، تلقى واحد هاز القنانب وهاز ديك الشكالات والقيادات والجامات ديال الخيل واقف شافو كيخلع، قال لي واش تا الشيطان؟ قال لي شكون قال لك شكون وراك وراني؟ قال لي فلان، قال لي صاحبي هذاك انا وياه راه خوك. قال لي هذا القنانب اللي هاز ديال من؟ قال لي هذا ديال الجزاره، هذا ديال الخضاره، هذا كذا وكذا. قال لي كل القنب كنشد بها واحد خدام معاه. قال لي وانا في القنب ديال، قال لي انت جيتي بلا قنب جيتي بوحد كتبري عليك. قال لي صيفط لي انت انت جيتي انت عندي. اذا هادو ما نكملوش لان هادو غياخذوا لينا واحد الوقت طويل، خلينا نرجعوا للروح.
قلنا أن الروح عالم بوحده كبير. راه قلنا واش عاقلين هادشي اللي قلنا في ربعة الأول شنو الثاني والثالث فين معايا باش هادشي ما يلاه جبناه ماشي حاجة جديدة خصنا نبداو وحنا ما عارفين واش يبان تجبد. المسألة الأولى شنو هي؟ تجانس. تجانس قلنا هي الأخرى شي حاجة أخرى قلنا أخرى. أنتم بزاف وما عقلتوش تاع الأربعة. مرحبا 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 يونس هذا السيد هذا ما شاء الله الدكتور عبد الواحد راه ما شاء الله تكلمنا على مسألة مهمة بزاف صاحبي الله يجزيه بخير راك اخترتي متعنا بشي حوايج اللي هما روح اليقظة الروح فيها إحساس التجانس اللي قال سي رشيد وهذه مسألة مهمة وخليكم معايا مزيان في الروح السكون بلاصتو وكركزوا الله يرضي عليكم هات بس عندو تركزوا وركزوا معايا مزيان ساليتو تسكتوا عندو حيت مسألة الروح مسألة مهمة والنبي صلى الله عليه وسلم كيقول لا مجلس علمي ساعتين خير عند الله من عبادات 60 سنة 60 عام حيت إلا تعلمتي على واحد السويعة جوج كلمات أحسن لك ما تعبد الله 60 عام وأنت على والو. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي كيسمعوا الكلام كأنما على رؤوسهم الطير. كون كان دابا مالك ولا رئيس ولا شي مسؤول كيدوي كتلقى بنادم ما يقدرش يتحرك. يخاف لا تمشي له شي حاجة معلومة غادي تخرج من المسؤول. اللي أهم من هذا هو أن الروح شي حاجة كبيرة. قلنا عندها أربعة الأمور الأولى روح الإحساس وخي ذكرنا راه ذكرنا شي حاجة قبل منه كنا غادي نرجعوا لها أشنو روح الإحساس هي ذاك الإنسان اللي قدامك كتعرفه احنا قلنا الرؤية المنامية هي المهمة ولكن خلي الإحساس نذكر فيه دابا أي إنسان كيجي وكيجلس معاك وغادبيك وبينه شي خدمة ولا شي حاجة ما كترتاحش ليه الداخل ديالك في أول شوفة كتقول هذا ما خدامش ليا ولكن كتعاود تغلط راسك تقول لا ما كاين باس يلا انت عامله فملي كيديرها بك عاد كتقول اه عرفته في الاول ولكن تصيب ما عرفتيش في الاول راك تعرف والله مع الشوف الاول عرفته صراحه يديرها حتى في الزواج هذا الشيء حتى الراجل بغى يخطب المراه نرجعوا للعيال ملي كيدير معاه شي فلاش كتقول لها في الاول كما باغاش اه خذوا عيال الواد اه هما اللي كحلوا هاد الشيء هاد المسألة راه كتكون وهذا عالم الروح عالم الروح ما كيكذبش على عباد الله راه هادي بصح الراجل كيجي كيبين راسو ملك زعما قدام المرأة وهي المرأة المسكينة هادي كتكون على نيتها كتبغي راجل غير وهو كيجي يبين راسو جبريل زعما وهو راه شيطان وما كيبين وكيبين راسو كذا ومن الناس الصالحين عايدوز ذاك تشتل تشهر كيبدا يبان العيون حيت لا الزواق يطير واخا يكون من القصدين كيبين داك الشيء داك الظهر ولكن ملي كيمشي داك الباص كتولي حاجه كتولي حقيقه عاد بدات تكتشف فيه ويكتشف هذيك الساعه المره ملي كتكون بنت عائله كتبدا تمتص داك الشيء في حيلو بنت الناس مأصله حاجه واللي ما مأصلاش راه هذيك الساعه تقول لها تفرض في ضيمه اذا هذا كيرجع لبنات الاصل كتصبر على الراجل ولذلك سيدي ربي ملي كيرزقك المراه دابا الراجل رزقك بنيه مع الوليدات البنت في الاجر احسن من الولد دابا العرف الجاهليه كيف الذكر على الانثى وسيدي ربي كيفضل الانثى على الذكر شوفوا هنا رجعنا للقران الكريم باش تعرفوا المساله راه كبيره شوف سوره الكهف واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه وادخل منه البنت وأقرب رحمة بالضم ما قاش رحمة علاش نجات رحمة بالضم الضمة كيفاش كتكون دايرة الضمة ملي كتدخل شي حاجة شنو كتشدها كتحتوي إذا هي تحتوي والدين الأبوين البنت ديما كتضمهم واخا تتزوج كتولي تجي عند والديها الدريلا الدراري ملي كيكونوا صغار كيكونوا فيران وملي وليو كبار 16 عام كيوليو تيران ملي تزوجوا وليو جيران اذا يولي يدوز من حدا ما يدوش معك البنت لا البنيه كتبدا تسول على والديها وتقلب عليهم وتقول راجع نمشي عند با اب والدي وترجع عند والديها تشوف اش خصهم اذا هو اقرب ربه
واشنو الحكمة اللي كيبين لها هذا الشيء؟ ملي كتزاد الدري شحال كندبحوا عليه؟ جوج. والبنت؟ واحد. صلاة النوافل شحال كيكون فيها؟ لا ديما جرك عاد جرقات وماش كنختموها؟ باش كنختموها؟ بركه ان الله وتر يحب وتر وراه علاش سيدي ربي دار البنت عليها خروف؟ حيت هو وتر كيبغي هذاك اللي يحبني ما بغاش جوج. هذوك راه هذا فينا راه الوتر هو الاهم. علاش قال لك دابا اللي جاه علاش كيسحب؟ كيسحب الكثره؟ لا الكثره ماشي هي الولد كتذبح عليه جوج. هذيك غير الفرحه ديال العامه، هذيك الفرحه ديال الناس. ما يحبه الناس هو جوج جوج، وما يحبه الله هو واحد. قل هو الله احد، حيت الله واحد كيبغي واحد. فلما كانت البنت هي اعلى درجه قال لك عخروف، حيت الله وتر يحب الوتر. فهمتوا معي المعنى البياني؟ عنده علاقه بالكثره. اذا وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الكثره مع ماتر. وديولنا كيبكم شاد النحل احسن من شوري ديال الدبان. شويه. اذا وقليل من عبادي الشكور. فهمتوا معايا دابا البنت الاجر ديالها شحال كبير؟ دابا حنا كندوي في عالم الروح. عالم الروح جا من الروحانيات، من الراحه، من الاريحيه. وملي انتم دابا كتسبحوا معانا في هذا الشيء كتنساو كل شيء، كتوليو كتعوموا في جهه اخرى. ملي كتلاقى مع شي انسان وكتحبو ويحبك، اذا انتم راه تحبيتو في السماء قبل ما تجيو. مزيان. علاش ملي كتشوف شي انسان تقول هذا السيد بحال ما عمري شحال شفتو، بحال كنعرفو من سنين، حيت حنا ملي كننعسو غادي نقزو لواحد الجهه مهمه، الارواح كتخرج غير كتحط راسك. كاين واحد ما يسمي علماء الاجتماع بواحد المساله اسمها الاستغراق. الاستغراق ديال النوم هو الانسان اللي كينعس، هذا الاستغراق يتحقق بجزء من الثانيه في رمشه عين. هذا الرمشه ديال العين اذا تحقق فيها الاستغراق كتشبع نعاس، تقدر تشبع نعاس في رمشه عين. وتحط راسك ملي تنوض كتقول واه بحال نعست 12 ساعه. وبعض المرات ما كيتحققش الاستغراق، كتكون عندك شي هم كتبقى تقلب كاع الليل وكتنعس 12 ساعه وتنوض ما شبع ما نعستيش. الجسد نعس ولكن الروح مرتاحش ما خرجتش. مادام مجرد ان الروح خصها تخرج من الجسد، مجرد ما تخرج كتشوف رؤيا. حيت الا شفتي رؤيا فين ما شفتي شي رؤيا انت راك ارتحتي، الا ما شفتي والو ما ارتحتيش. هاد الرؤيا هاد الروح اللي كتخرج كتطلع بعدا عند الملائكه كياخذوها كينظفوها من الهموم ديال هذاك النهار. هاد الوقت ديال التنظيف الملائكه عندهم في السماء الدنيا عندهم مكان ديال الارواح كيحطوا فيه الارواح، ولكن كود الروح كيحطوا عند مواليها. الروح الطيبه كيحطوا مع الروح الطيبه، اللي الكريم كيحطوا مع الكرامه، اللئيم مع اللؤامه، البخيل مع البخاله، كل المجرم مع المجرمين، كل واحد في جهه. وعاك يلوحوا الارواح كتمشي عند بعضياتها الناسخه. علاش في الحديث الارواح جلود مجلده، فما تعارف منها في السماء ائتلف في الارض، وما تنكر في السماء اختلف في الارض. دابا شحال من مجرم كيتلاقى مع شي مجرم كيقول ليه والله الا ارتحت لك عا شفتك ورتحت لك، هو كيقول ليه بحال كنعرفك 100 عام، حيت كيتلاقاو ذما ديما، حيت كل ليله كينعسوا كيبركوا مع بعضياتهم، عايشوفوا يعرفوا. وكاين الصالح حتى هو هكاك. لكن في اول نظره، النظره الاولى كنقدروا نعرفوا الصالح من الطريق، النظره الاولى. ولكن من بعد الماديات كتغطي عليه، كتقول واه حنا خي الله سير. وملي يديرها بك عاد تقول لك عرفت انا في الاول. اللي قلنا فيه. إذا هذه الأرواح ملي الإنسان كيكون ناعس هذا الشيء كل شيء كيوقع بجزء من الثانية، كتطلع الأرواح عند الملائكة وينظفوها. اللي كيكون عندك شي هم في الليل مثلا ما كتنعش، الهمج كيكون غير 1%، كيجي الشيطان كيزيد عليه 99، أكون كذا ويجيب لك الشكوك ويجيب لك المشاكل. ملي كتحط راسك وتنعس ملي كتفيق الصباح الملائكة كينظفوا ديك الهم، كيخليوها الهم الأصلي واحد. كتنوض كتقول واه البارح كنت عرفتي بحال هذه الاداه ملي فقت، وراه المصريين كيقولوا لك الصباح رباح. غير الناس بعدا الصباح كتبزاف الهموم كتمشي. هذاك الافكار اللي كيجيب الشيطان كلها كتحول كتمشي. اذا الانسان كان ناعس وكان في الاستغراق كيشوف شي رؤيه وجا شي واحد وفيقه في هذاك الوقت يقدر يموت. شحال من كيموت في المنام حيت الروح ما كايناش. ولا فقتي انت كتشوف شي رؤيا وفيقك شي حد وانت فقتي رؤيا، كيفاش كتحسي ملي كتنوضي؟
بحال الانسان متلبس وكتحسي بكل شيء كيترعد حيت الروح كترجع بالزربه. داك الدخول ديال الروح السريع مجرد ما فيقوك حيت تكون بقات برا يموت مولاها. ملي كتنوضي كتنوضي كلك كترعدي، اولا كانت شي رؤيه مفزعه شي حلم مفزع كتنوضي كترعدي، هذاك الوقت راه دخلت بالزربه كنحسوا بالجسم كله كيترعد حيت بحال الشكه ديال الدم هي، ولكن هي اسرع من ذلك. كتدخل الجسم كتنوض الانسان مرتعد. هذه جهه. اشنو الاسرار ديال الروح الثانيه؟ هي ان الروح كتشوف الجن، حنا ما كنشوفوش الجن بالعين الجارحه، ولكن هي كتشوف الجن. دابا الروح راه ما عندهاش هاد العينين، دابا هاد العينين ديال الجسد. ملي كتنعس كتحط راسك على المخده وكتبدا تشوف شي رؤيه، وحنا نعسنا كيجي واحد تقول الصباح كتفيق كتبدا تعاود كتقول جاي واحد السيد لابس كسوه حمراء وقال لي ياك انت ناعس باي عين رايته؟ انما رايته بعين الروح. وباي اذن سمعته؟ باذن الروح. قال لي وكتحكي داك الشيء مقاد، ها قال لي وصوته غليظ وها قال وكذا ولابس. اذا انت شفتي بعين الروح وسمعتي باذن الروح، وعين الروح واذن الروح كتجيب التحقيق. قريبه لنا الحاسه الشم، لان الحواس اللي في الجسم كلها كاين الاذن وكاين هذا والان، ولكن اكثر حاسه واقدمها واقدرها هي حاسه الشم. حاسه الشم هي اعلى حاسه اللي قريبه من الروح، هذه ما كتعرفوهاش. دابا الا سمعتي شي صوت اش كتقول؟ ما عرفت فين سمعته. ديما شفتي شي مخلوق يقول ما عرفت فين شفته، ولكن حاسه الشم لا، الشم كتذكر في البلاصه. بعد ما كتشم شي ريحه فشي جهه كتجيب لك فيلم طويل كنتي شميتي قبل 50 عام وكاين كله، ما تقولش مع مره فين شميت، كتجيب لك عالم. اذا حاسه الشم هي اعلى حاسه موجوده في الانسان. علاش؟ لان قريبه الروح، حيت الروح مع النفس، لانها نفس. واش لاحظتوا انتم كتحسوا بهذا الشيء؟ نفس التركيبه. الا اللي كيشم بزاف ما ندوش عليه، ما يخليه ما يشم. اما حاسه الشم مهمه بزاف، راه قليل ديال الناس اللي كان غير كتشم شي ريحه كتجيك كيجيك فيلم كامل في شي عرس ولا في شي مكان ولا في شي في اي حاجه كتفكر وجيت الشخص قدامك، ما كتقولش ما عرفت فين شميت في البلاصه كيجي. لكن الاذن والعين كتقول ما عرفت، ولا ذقتي كتقول ما عرفت فين ذقت هذا المذاق. الشم لا، هذه اقوى حاسه موجوده لنا قريبا حاسه لعالم الروح. اذا عالم الروح فيه الاريحيه، فيه الروحانيه، فيه الراحه، فيه تقرب للانسان. امتى كيقرب؟ وسيدي ربي ملي كنبغيو نعرفوه، ما يمكنش نعرفوه بالعلم. الا بغيتي تدخل على مول الملك كتدخل عليه بالروح. دابا بغادي ندير واحد التجسيد خفيف. دابا الانسان ملي كيبغي يقرب لسيدي ربي ويعرف مول الملك، العلم كيقربك عنده ولكن ما يدخلكش عليه. العلم بحال شي دابه ولا شي سير كتوصلك حتى لباب السلطان، ولكن ما كتدخلكش عنده، كندخلو بالروح لعند مول الملك. حيت هذه كتوصلك حتى الباب يقول لك هذا حد العلم هنا، وفوق كل ذي علم عليم. نقول ربي زدني علما. اذا باش ندخلوا لمول الملك باش نعرفوه بالروح، لان الروح من امر ربي. اذا يجي شي واحد يقول لك الرحمن على العرش استوى، والاستواء معلوم. الا بغيت تكيفها بالعلم ما تقدرش، والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه كما قال مالك. اذا بغيتي تعرف مول الملك ما يمكنش تعرفه الا بعالم الروح. بحالاش هاد السرعه ديال الروح هي سرعه مضغوطه، بمعنى سيدي ربي يقدر ينجز الاف السنين في رمشه عين. الاف السنين عاشوا فيها ناس، يقدر يبين لك سيدي ربي في فيلم في رمشه عين في الروح. انت ناعس مثلا كتحلم كتشوف راسك ملي كنتي كنت صغير، حتى كبرتي فاش في جزء من التاليه، ولكن انت كتشوف فيه في النعاس ديالك راه فيلم طويل وغادي سنين. ملي كتفيق تقول عرفتي واحد الحلمه طويله، هي ما طويلاش، طويله عندك في النعاس، ولكن هي قصيره في ذاك اللي فايق بالك حداك، هي جزء من الثانيه. وجسدوها العلماء في واحد الحاجه باش نعرفوها مزيان. شي واحد كان ناعس حدا شي تحت شي حيط فيه 5 متر، وهذا الحيط فيه واحد الحجره فوق منه وانت ناعس، ويدك هذيك الحجره جايه طايحه وانت ناعس. هذيك المسافه شحال غادي تاخذ الحجره من الحيط حتى الله وانت ناعس؟ ملي تبدا الحجره جايه سيدي ربي كيوريك واحد الرؤيه باش يبغي يفكك باش تنوض. هذيك الرؤيه كتشوف فيها واحد الفيلم طويل، هي جايه دابا الحجره هي جايه،
كتشوف واحد الرؤيه وانت غادي في شي غابه وكتجري وكتخوى وغيشدك شي سبع وغادي هادشي وطويل وغادي بالنسبه لذاك الرؤيه ديالك انت راها نهار كنت وانت غادي كتعذب وطلعتي من هنا وجيتي من هنا والحجره جايه وطلع واحد شويه وصلتي لواحد الجبل بغيتي تطلع وهي الحجره اللي بغات تكركب عليك الحجره القاليه بينك وبينها شويه راه جايه بغات تكركب وانت تقفز من بلاصتك وهي طايحه الحجره اذا ملي بدات الحجره طايحه بالداخل ديالك انت شتي نهار وانت كتجري فهمتيني كيف اذا الحجره جزء راه مشات عين باش توصل سيدي ربي ملي بدات جايه وراك فيلم يلا بديتي فيه بالروح عالم بوحدو ديال الروح اذا مضغوط وهذا هو اللي غيوريكم من النبي صلى الله عليه وسلم اللي مشى للاسراء والمعراج السماوات السبع كل هذا كان بجزء من الثانيه مشى وخد الغرض وبعض وصلى بالانبياء ومشى للمقدس وطلع هذا الشيء كل شيء من اللي رجع لفراشه قام الله بحال هكا نتكناض ورجع بحال ما ناضش وسيدي ربي قال وما جعل الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس والشجره الملعونه في القران ونخوفوا فما يزيد من الضغير الكبير اذا انا كنجسد لكم الروح في الصوره ديالها وكيفاش دايره والاحساس غادي نرجعوا لواحد المساله في الروح مهمه بزاف هي ملي كنشوفوا الجن والملائكه دابا الروح راه كتشوف الجن واخا انت فايق والملائكه حتى هما بحالاش دابا بعض المرات انت كتكوني جالسه وكتكلمي على شي موضوع كتقول نحمل شوك ملي جبت هذا الموضوع هذاك الموضوع اللي جبتي كيحضروا الجن بالخف باش يسمعوك لان هذا كيكونوا حاضرين فيه ملي وقع وهذوك الجن كيكونوا صالحين كتشوفهم الروح حيت الروح كتشوفهم واخا يجيو دوزو من وراك كتقول شعر راسي من هنا وشوك راه شافتهم ولا ظهري شوك حيت شتي الشكل ديال المش ملي كيشوف شي حاجه كيفاش كيتنفخ الروح هذاك الشيء اللي كدير ملي كتشوف الجن حيت ما عندها علاقه به كدير اتونسيون منه ديما واخا يكون مؤمن كتقول والله الا كتفي وانا ديز من هاد البلاصه وحسيت وتا دابا حنا كندور كاين اللي يشوك راه كيكون حيت ما كيحضروا في هاد الشيء والجن كيحضروا في هاد كي تقول الحب راسي شوك هنا شو اذا الروح عندها شي ثقابي ديال الجلد كل ثقبه عين هاد المسام كل مسام عين ديال الروح كتشوف موسى عليه السلام سولو اللي كان في طور سيناء بني اسرائيل سولوه بزاف الاسئله ولكن احسن الاسئله اللي عجبتني هي قالوا ليه كيف سمعت ربك الله كيدوي معك كيف سمعتي شوف السؤال اللي سولوه قال كيف سمعتي قال لهم كنت اسمعه من جميع جوارحي ماشي غير من الودن واخا نسد ودني كنسمع حيت كنشوف علاش حيت هاد الاذنين اللي دار سيدي ربي وهاد العينين هادو هاد الجوارح ديالنا ديال البشر باش نتعاملوا مع الناس اللي بحالنا ان شاء الله اما مول الملك اللي كيبغي يدوي معاك تقدر تشوفه بلا ما غمض عينيك وتسد حيد الودنين تقبل الودنين وحيد العينين وتشوفه حيت هو اللي خلقك ولله المثل الاعلى شي واحد عنده شي بروفيسيونيل ديال السيارات ولا كذا انت كتنوضها من الكونتاك ويجي يدخل الموتور يدير دماغ حيت ميكانيزي كيقول لك بلاش حيد حيد كينوضها من جهه اخرى وانت منين يقول لك انا اللي عارف هذا عاد مخلوق فما بالك بالخالق اذا الخالق كنسمعوه بجميع الجوارح انا قربت لكم شويه الروح هو بصره الذي يبصر بها ويده التي اذا حنا دابا بقينا محصنا في الروح الروح عندها مجال اخر كل حاجه كنجبدوها راه كبيره كاين واحد المساله كبيره في عالم الروح مهمه بزاف هي ان يحجبك الله عن المصائب هذا الروح هذه واخا تقدر تشوف بزاف دابا ولكن سيدي ربي دار لنا واحد الذنوب صغيره خصنا نذنبوها هذيك الذنوب هي اللي كتحبس الروح باش ما تشوفش الملائكه مباشره والجن حيت الجن دابا عامر كاينين معنا دابا حاضرين حتى الملائكه كل شيء كيتحرك ولكن دار لنا واحد الحاجه مهمه وهو صغائر الذنوب هاد صغائر الذنوب اللي كنذنبوا هي اللي كتحجب علينا العالم الخارجي ما نشوفوش سيدي ربي علاش سيدي ربي قال لك هذيك ديالي انا غنغفرها قال لك انت اجتنبوا صغائر ما تنهى عنه نكفر عنكم سيئاتكم قال هذيك كبائر ما قال انت اجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم قال لك بعدوا لي من الكبائر ما الصغائر ديالي كل بني ادم خطاء حيت هي اللي امتى كنشوفوا العالم الخارجي ملي كتناسي عاد كتحطي راسك كتوقف عين الجارحه اللي كتذنب وكتفتح عين الروح حيت حنا كنتوقفوا على الذنوب الصغيره ملي كنعسوا
كنبداو نشوفوا عالم بوحدو، تشوف الجن تشوف هذا جاني واحد قال لي هذاك، علاش؟ لان توقفنا. والدراري الصغار حيت ما كيوقعوش في هذا الشيء كيشوفوا. دابا الدري الرضع كيقدر يشوف الجن والملائكه، مره يبكي مره علاش؟ لان باقي ما بداش في الذنوب الصغيره، كيبدا يشوف ذاك العالم الاخر.